طيب تمام، أولا بس أحب يعني أشكركم كلكم على الحضور. طبعا يعني شايف تقريبا القاعة كلها اكتملت، فبشكركم كلكم على الحضور. أحب أعرفكم بنفسي، أنا المهندس وليد ياسين، معيد في قسم العمارة جامعة المنصورة، ومتخصص في البيم، وخاصة السيكس دي اللي هو البعد السادس الخاص بالاستدامة والإنفيرمنتال ديزاين وتصميم البيئة. طبعا في البداية طبعا أحب أشكر باشمهندس عمر سليم على الدعوة دي، وأشكر الهيئة المعاونة كلها معاه، بيم أرابيا، باشمهندس أشرف، وكل الهيئة المعاونة كله اللي هو يقدر يطلع البيم ويك ده بالشكل ده وبالأسلوب ده. فيا رب يكون تستفادوا يا رب في الأسبوع ده كده، وتستفادوا في البيم بشكل عام يعني. طبعا أنا يعني أنا النهاردة هتبقى المحاضرة كاملة عن البعد السادس في البيم، تطبيق البعد السادس الامبلمنتيشن بتاع البيم والاستدامه. طبعا انا اول ما عرفت الاستدامه او الانفيرمنتال ديزاين عرفتها كان في برنامج تدريبي، يعني كان ليا الحظ ان انا اكون فيه، كان اسمه عشان فريد في مشكلة في الصوت. عشان فريد في مشكلة في الصوت. باشمهندس عمر، ألو، السلام عليكم. اتفضل، سامعينك، اتفضل. هو كان في مشكلة في الصوت طيب؟ كان في مشكلة، كنت لسه هتقول يونيفرستي ورك صوت ويف. طيب أنا آسف معلش. فطبعا كان ليا الحظ إن أنا كنت أدخل لبرنامج ريفيست وورك اللي هو برنامج جامعة العمل اللي مقدم من شركة اي سي جي، ومن هناك عرفت إيه هو إيه الانفيرمنتال ديزاين وبدأت نشتغل عليه. واتعلمت هناك الانفيرمنتال ديزاين، كان الموضوع معقد بالنسبه لي في الاول، بس يعني بالممارسه والتدريب والبحث يعني الموضوع اكتمل والصوره اكتملت. وبعد كده يعني كان ليا شرف ان انا برضو وانا اللي كنت لسه طالب برضو ان انا اشتغل في شركه في استراليا اونلاين، وتعلمت برضو معاها البيم برضو. وبدات ان انا بعدها في فتره اتنقلت من الشركه في استراليا ورحت اي سي جي نفسها كفول تايم، وهناك بدات اتعلم التكنيكاليتي وان انا ازاي برضو استفيد من تخصص البيم في التنفيذ والاوبتمايزيشن بين الكوست والسستينابيلتي والانرجي. ويعني اخدت يعني الحمد لله خبره الى حد ما كبيره يعني في حته البيم، بس برضو لسه بنتعلم ولسه اكيد يعني لسه في تطور كبير احنا مش قادرين نلحقه، وفعلا العلم بيتطور كل يوم. فالنهارده ان شاء الله انا هحاول ان انا يعني حاليا بقيت يعني ماسك شغل يعني اوت سورس يعتبر مع ناس في السعوديه، وبدير فريق بيم كامل وبنعمل امبلمنتيشن لل6 دي. فالنهارده ان شاء الله هنعرض تجربه يعني ازاي نفذنا الى حد ما وصلنا ل 50% من تنفيذ ال6 دي امبلمنتيشن في الفيلا دي. هو مشروع سكني فيلا في السعوديه، فهنعرض تجربه، هنعرض برضو مشروعين كنا اشتغلنا عليهم قبل كده برضو، فان شاء الله تستفيدوا منها يعني. فالنهارده زي ما مكتوب كده قدامكم النهارده ان هو الكونتنت بتاعنا هنتكلم عن السستينابيلتي ديزاين والسستينابيلتي ديفينيشن بتاعتها والورك فلو والديزاين فيزز، وهنتكلم برضو عن الكيس اللي هو ازاي نبدا المشروع كامل في 6 دي امبلمنتيشن. ايه الخطوات؟ ليه الناس بتعمل بيبقى عندها مشكله كبيره لما بتيجي تبدا الديزاين، وازاي ما بتيجي في الاخر بتلاقي نفسها ان هي ما حققتش حاجه في الانفيرمنتال ديزاين او حققت ما حققتش اي انرجي افشنسي في الموضوع. برضو هنتكلم عن الريفت، ازاي الريفت اناليسيس والبيم كالبيم سيستم ساعدنا في الموضوع ده جدا. وهنتكلم عن الديزاين بيلدر ازاي الوقت بقى بيسبورت البيم موديل، وهنشرح برضو في مسابقه كنا دخلناها في اسمها جي بي ار اس اللي هي جرين بيراميد ريتنج سيستم. دي كانت الجامعه البريطانيه، كانت من ضمن كانت تبع الجامعه البريطانيه، كنا قاعدين فيها المركز الاول مع تعاون مع مكتب في اسمه اي بلس بلس في 6 اكتوبر، كنا اخذنا فيها المركز الاول البلاتينيوم. فبرضو هيبقى في تجربه كويسه ان انا اشرحها لكم وان احنا نتكلم فيها، ولو حد عنده اي سؤال في الاخر ممكن ان هو يعمل. فا
فاول حاجه يعني احنا عندنا لخبطه كبيره جدا ان احنا ايه الفرق بين الجرين بيلدينج والسستينبل بيلدينج. يعني كتير جدا اي حد يشوف اي حاجه يقول لك ده جرين بيلدينج او ده او اي مبنى يقول لك ده سستينبل بيلدينج. ده بناء على ايه؟ هو الفكره هو امتى يكون جرين وامتى يكون سستينبل. هو الجرين بيلدينج جزء من السستينبل بيلدينج، لكن مش السستينبل بيلدينج ممكن يبقى يعني الجرين بيلدينج هو كل ما هو جرين بيلدينج فهو تبع السستينبل بيلدينج، بس جرين بيلدينج قد يكون لا يحقق كل ما هو في السستينبل بيلدينج. يعني السستينبل بيلدينج كده هو كلمه اشمل واشمل ومغطيه كل الجوانب البيئيه عن الجرين بيلدينج. يعني هنا في تو اكزامبل، ده مطار في الهند، ده ما يسمى بالجرين بيلدينج. ده مطار في الهند عشان يحقق الليد، ده كان اول ليد سيلفر متحقق في الهند كمطار، فعشان يحققه هو بدا يحط تكنيك كتير وسيستم كتير عشان يبدا يعمل انرجي افشنسي، بس بدون مراعاه اللي هو يبدا يبص على اللوكال ماتيريالز والكوست، تكلفه بتاعه الماتيريالز دي كلها جابها ازاي. ممكن يجيب ماتيريال من بره او مسافه كبيره، فبالتالي هو ما استفادش باللوكال ماتيريالز بتاعه البلد المنشا بتاعته. في المقابل الثاني في مدرسه بسيطه جدا في موزمبيق قدر ان هو باللوكال ماتيريالز كلها ان هو يحقق الاستدامه ويحقق الانرجي افشنسي ويحقق كل ما هو مستدام. هو انتوا حضراتكم سامعيني دلوقتي؟ اه اتفضل سامعيني اتفضل. تمام. فهو في الجانب الثاني فهو قدر يحقق اللي هو اللوكال ماتيريالز، بدا يستخدم اللوكال ماتيريالز، بدا يحافظ على الكالتشر بتاعه الناس اللي هناك، المجتمع السوسايتي، فبدا انه يحقق الاستدامه كامله. فبالتالي هو ده جراف بسيط بيوضح ان هو لو انت اهتميت بالانفيرمنتال والانرجي افشنسي او ايا كان كل ما هو يخص البيئه مع المجتمع فده يسمى جرين بيلدينج. لكن ان انت اهملت الايكونومي سعيد باشمهندس عمر اتفضل كمل اتفضل. انا مش عارف انا بالظبط قطعت عند فين بالظبط. شرحها. ايوه شرح ديت. طيب وانا كنت بتكلم يعني باختصار في الشريحه دي ان جرين بيلدينج هو بيحقق الانفيرمنت زائد السوسايتي، لكن لو جينا نهتم بالاقتصاد والتكلفه فاحنا كده دخلنا في السستينبل، لان هو تعريف السستينبل ان انت الموارد اللي هي موجوده ما تستنزفهاش عشان خاطر الاجيال السابقه. فانت طبعا لو انت ما اهتمتش بالتكلفه فانت بالتالي انت بتستنزفها في سواء الخامات او الماتيريالز او كل ده، فده استنزاف، فبالتالي انت مش هتسيب حاجه للاجيال القادمه. فانت بوقت ما فكرت في التكلفه فانت كده بتحقق الثلاث جوانب مع بعض، فانت كده المبنى تقدر تقول عليه سستينبل بيلدينج. فهو عشان برضو يعني في حاجات كتير ساعات لما بتيجي في مباني تحقق الليد ساعات بتهتم جدا بالجانبين اللي هم السوسايتي والانفيرمنت ديزاين اللي هو الانرجي افشنسي وتوفير الطاقه، بس ما بتهتمش بجانب التكلفه خالص. يعني ساعات بيبقى حتى الانيشال كوست مكلف جدا 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 ومفيش مراعاه لللايف سايكل كوست كمان. ده عشان خاطر اللي هو السيستمز اللي بيبداوا يشتروها اللي هي الهاي تكنيك سيستمز بيبداوا يحطوا تكلفه عاليه، السيستم دي بتتعامل طبعا بطاقه اكتر، فده ممكن ان هو ما يكونش موفر وما يكونش ان هو بص على حته التكلفه بتاعه المبنى. فده برضه هيودينا لحاجه ثلاث نقط لازم نبقى مخليين بالنا منهم، ان احنا لما نيجي نتكلم في السستينبل بيلدينج ان احنا نتكلم عن الانيشال كوست واللايف سايكل كوست والبي باك تايم. الانيشال كوست هي التكلفه المبدئيه، يعني انت ممكن ان انت تشتري حاجه هي اصلا اخده اللي هي انرجي افشنسي مثلا بتوفر طاقه، بس الانيشال كوست بتاعها عالي شويه في البدايه، بس مع الوقت بتوفر معاك في الصيانه، بتوفر معاك في التشغيل، بتقعد مده اطول. فما يعني لما نيجي نعمل دراسه كامله في حته السستينابيلتي دي لازم نراعي برضو الانيشال كوست حتى لو كان عالي، بس نبص لللايف سايكل كوست. اللايف سايكل كوست هل هو هيديني الكفاءه وهيديني هيوفر لي في القيمه اللي انا جبتها بيه؟ لو هو يوفر يبقى هو فعلا يبقى هو ده ليه لا ما نبداش بيه ونوفر من البدايه. يعني ممكن عشان خاطر ان احنا مثلا لو سي مثلا ممكن نجيب ماتيريال، الماتيريال دي مثلا الانيشال كوست بتاعها مثلا 2 اكس عن اللوكال ماتيريال او الماتيريال العاديه خالص 2 اكس الماتيريال العاديه، بس بعد كده بتوفر معانا طاقه وبتقلل انتقال الحراره بمقدار كبير جدا، فبالتالي يبقى اللايف سايكل كوست اللي انا وفرته فواتير الكهرباء والتكييف والفواتير الثانيه وحتى الكومفورت بتاعي الراحه الحراريه بتاعتي، فده بالتالي يبقى هو ده فعلا حققت ان المبنى مستدام.
والبي باك تايم ده احنا برضو زي البي في سيلز بالظبط، احنا بندفع انيشال كوست في البي في سيلز، بس اللي احنا دفعناه ده وفرناه قد ايه؟ هنتلاقي مثلا ممكن نقعد 10 سنين وتلاقي ان احنا وفرنا الفلوس اللي احنا دفعناها في الاول. فبالتالي هو السستينبل ديزاين احنا لازم نفكر في الثلاث ابعاد دول مع بعض عشان نقدر نحقق مبنى مستدام كامل. فيا رب يكون المعلومه دي برضو واضحه عندكم، ان احنا نقدر نميز من اي مبنى جرين بيلدينج والمبنى السستينبل بيلدينج. وده برضو يقودنا ان احنا في الكونستراكشن، في مجال الكونستراكشن، او ليه بنهتم بالسستينبل ديزاين والبيلدينج؟ لان في مجال الكونستراكشن هتلاقي ان هو المجال ده بس فقط لوحده بيستهلك من الطاقه 45 ل 50%، وبيستهلك في الميه 50%، وفي الماتيريال 60%. دي تبع احصائيات، كل دي احصائيات قدامنا بتقول ان مجال الكونستراكشن لوحده بيستهلك كميات وبيستنزف موارد موجوده حاليا، يعني دون المراعاه للاجيال القادمه. فبالتالي احنا كده احنا لازم نهتم بالاستدامه، ولازم نهتم بالجرين بيلدينج، ولازم نهتم بده كله عشان نقدر نوفر حاجه للاجيال القادمه. وطبعا غير طبعا ان احنا لما بنيجي نعمل سستينبل ديزاين وبنيجي نهتم بالكفاءه المباني، بنهتم طبعا بمقدار التلوث، بنقلل التلوث البيئي، بنقول حتى طريقه الكونستراكشن اللي هو كونستراكشن ميثود لازم بنهتم بيها بالطريقه، طريقه البناء هي عامله ازاي، الاير بولوشن، السي او 2 ايميشنز، الحاجات دي كلها لازم نهتم بيها برضه. فبالتالي هو احنا المجال ده فعلا لازم نهتم فيه فيما بعد، ولازم نهتم بيه من دلوقتي، وقدام فيما بعد هيتلاقي التاثير بتاعه على البيئه، خصوصا بعد الفتره اللي احنا مرينا بيها والمخاوف اللي هي كانت بسبب اللي هو القطبين، واللي هيحصل في القطبين وانهيار القطبين والكلام ده كله، فكان وانهيار الدلتا، فكان ده كله لازم نهتم في المجال الكونستراكشن ده، وخصوصا ان احنا نتجه ان احنا وفي مبادرات كبيره جدا ان هي بدات تهتم بالمجال ده. فبالتالي احنا المبنى السستينابيليتي مش معناه ان احنا بنوفر في الطاقه فقط، لا، احنا بنوفر في الميه، بنوفر في الكونستراكشن، بنوفر في الماتيريالز، بنختار سيستم مور افشنسي اكتر، حتى السايت ذات نفسه بنبقى ندرس اللوكال ماتيريالز بتاعته، بندرس النباتات بتاعته، بندرس كل ده عشان نقدر ان احنا بعد كده يبقى اللي احنا استخدمناه ما بيأثرش على الاجيال القادمه، وزائد ان هو يعني كل ما هو موجود في البيئه لا يؤثر فيها. يعني انت لو جيت حطيت حاجه من بره على البيئه بتاعتك ممكن ما تبقاش سستينبل معاك، وممكن ما تبقاش افشنسي، فليه ما نستخدمش الماتيريالز بتاعتنا، اللوكال ماتيريالز بتاعتنا. فدي مثلا يعني دي انا عملت كده برضو احصائيه بتكلم فيها عن الكهرباء واستهلاك الكهرباء في الاخر 10 سنين فاتوا. احنا بنتكلم من 2014 ل 2020 حتى وقتنا هذا، احنا حوالي زدنا 300%. يعني لو فاتوره الكهرباء كان ال 1000 كيلو وات بير اور بيستهلك، يعني هنا كانت الفاتوره هنا بيقول لك ان ال 1000 كيلو وات بير اور هي تكلفتها 480 جنيه. حاليا ال 1000 كيلو وات بتستهلك 1450، وبعد زياده اخيره ممكن توصل ل 1500. يعني دي اللي هي 2019 2020، فممكن توصل ل 1500، فمعناها ان احنا زدنا 300%. بس ده فواتير الكهرباء. طب برضو نيجي نبص للماتيريال، نيجي نبص للسيستمز، السيستم غلط جدا، نيجي نبص للكونستراكشن، للميه، حتى تكاليف الميه، الشرايح بتاعه الميه برضو غلط. فليه ما نبداش ان احنا نهتم بالمجال ده، ونبدا ان احنا نهتم بيه بشكل اكبر، وفعلا يبقى كل مبنى احنا بنصممه لازم يبقى ده جزء مهم، زي ما احنا بنحسب الكوست بتاع المبنى، وبنهتم بطريقه التشغيل بتاعته، وبنهتم بده كله، يبقى ليه ما نهتمش ان المبنى يكون سستينبل اكتر ويكون مور افشنسي اكتر مع البيئه. فده برضه هيقودنا ان احنا اتكلمنا ان احنا مش معنى سستينبل ان احنا بنتكلم عن الاليمنت بتاعت الاركتكتشر، احنا بنتكلم على اليمنت كتير جدا، من ضمنها الووتر، من ضمنها الكونستراكشن، من ضمنها السيستمز بتاعت الاتش باك سيستم والكلام ده كله. فاحنا ده احنا كده محتاجين انتجريشن ميثود، او طريقه يكون فيها طريقه متكامله مع بعض، نقدر نتعاون مع بعض كمهندسين ان احنا نحقق السستينابيلتي في المبنى. فطبعا كان زمان الطريقه التقليديه ان احنا بنخلص المبنى اركتكت نوديه للام اي بي، نوديه بقيه الاقسام بتاع الفاسيلتي شوب بتاع الكونستراكشن، فاحنا مش قادرين نتعاون مع بعض، فده كان بيضيع الوقت وبيضيع وتكلفه اكتر، ومفيش تشغيل، زائد ان مفيش حسابات دقيقه حتى في الاتش باك سيستم او اي او الطاقه. لكن حاليا احنا دلوقتي مع البيم سيستم بدانا ان احنا نخلي كل فريق العمل حتى الكلاينت ذات نفسه بقى معانا، يعني بقى معانا في التصميم، بقى معانا في المبنى، بيشايف المبنى من دي 1، شايف هو المبنى بيتحسب ازاي الكالكوليشن بتاعته، زائد ان بقى في حاجه اسمها كلاود بقى بنشتغل بيها. فده كله طبعا خلينا ان احنا نقدر ان احنا نتواصل مع كل فريق العمل ونبدا نطلع منتج اكثر كفاءه.
فالبيم اصلا بيساعدني في كده. فعشان كده بدانا البيم بدا يضيف لي اللي هو السكس دايمنشن بتاعه، وبدا يكون في كفاءه اكتر في الاستخدام، وكل مره بيزود تولز وادوات كتيره بتساعدنا ان احنا نحقق في السكس دايمنشن. يعني مثلا لو احنا بنتكلم عن فريق العمل، فاحنا بنتكلم ممكن نتكلم ان احنا معانا لايتنج ديزاين، ومعانا الانرجي كونسلتنت، ومعانا الاركتكت، فكل ده بيتعاون مع بعضه بحيث ان هو يطلع لنا منتج كامل ومتكامل من حيث السستينبل ديزاين ومن حيث الافشنسي بتاعته. فالبيم ساعدنا في كده كتير جدا، وبدا ان هو يربط لنا كل الديسيبلينز مع بعض، وحتى بيربط لنا كلاينت، وبيربط لنا مع الكونتراكتورز، وبيعمل لنا كل حاجه من اول يوم، من اول يوم في المشروع لحد ممكن ان هو اكيد بيربط لنا في ستيبنج دي الصيانه والتشغيل. فبقينا بنعرف المبنى زي ما يكون بقى فيه كنترول عليه كبير جدا. فاحنا برضو ليه ما نستخدمش المبنى؟ يعني ليه بقى يبقى احنا لازم نبدا ان احنا نشتغل بالسستينبل ديزاين في المباني، ونبدا نشتغل بيها كويس جدا. طبعا احنا بنتكلم على البيم دايمنشن، هو في 3 دي و4 دي 5 دي 6 دي 7 دي. طبعا يعني كان في حد بيقول نراجع على الابعاد دي، فال4 دي طبعا بيهتم طبعا بالتايم لاين، بيهتم بالبلاننج والمده الزمنيه بتاعته. ال5 دي بيهتم بالكوست، بالتكلفه. ال6 دي بيهتم بالسستينابيلتي زي ما بتكلم. ال7 دي هو المينتنس والاوبريشن، اللي هو الفاسيليتي مانجمنت. ال 6 دي هو مش معنى ان هو بعد الثالث ان احنا نبدا فيه من المرحله الاخيره، او بعد ما نخلص ال 3 دي وال 4 دي والكلام ده، مش معنى ان هو بعد الثالث ان احنا نبدا فيه متاخرا، لا بالعكس، احنا 6 دي لازم يبدا معانا من دي 1، من اول يوم في المشروع لازم ان يكون احنا معانا حد فاهم ازاي يعمل لنا امبلمنتيشن لل 6 دي، لان هيفيدنا قدام. وما ينفعش ان احنا بعد ما نخلص ال 3 دي او نخلص الديزاين ونخلص كل حاجه نرجع نتكلم نقول احنا هو احنا عايزين نحقق بقى السستينابيلتي، عايزين نحقق الاستدامه. اكيد طبعا مش هنقدر نحقق، او لو حققناها مش هنحققها بكفاءه عاليه، هنحقق اللي نقدر عليه، نختار ماتيريال كويسه، نختار، لكن فين الديزاين؟ فين الانفيرمنتال ديزاين اللي احنا بدأناه من الاول؟ فده طبعا يعني انا لازم بتكلم ال 6 دي لازم نبداه من دي 1 في المشروع عشان نقدر نحققه بطريقه متكامله مع بعض. طبعا في فرق كبير ما بين البيم امبلمنتيشن وبين الانفيرمنتال ديزاين. يعني ان انت تكون انفيرمنتال ديزاين او ديزاينر في التصميم البيئي، ان انت بتهتم بعوامل كتيره جدا في البيئه. فانا بتكلم النهارده عن ازاي ننفذه، بس يعني ازاي ننفذ الانفيرمنت او السستينابيلتي في البيم. لكن عشان برضو تبقى تحقق السوق الخطوات دي وتحقق الامبلمنتيشن ده بطريقه كامله وجيده، لازم تعرف انفيرمنتال ديزاين كويس جدا، لازم تكون عارف ايه هي الفاكتورز اللي بنشتغل عليها في الديزاين، ايه هو الباسيف تكنيك، ايه هو الاكتيف تكنيك، ايه هي الفاكتورز اللي موجوده في الموقع، ايه هو اتجاهات الشمس الصن، الاتجاهات اللي احنا عايزين نشتغل عليها، اتجاهات الرياح والايروديناميك بتاعه الرياح، الهواء بنشتغل عليها ازاي، بنتكلم عن حركه الرياح، وبنتكلم على السولار راديشن والشيدنج والفيو اناليسيز، توجيه المبنى الفيو بتاعه المناسب، الاكوستيك، الدي لايتنج، طبعا الاضاءه الطبيعيه بنهتم بها جدا، والثيرمال بيرفورمانس، الراحه الحراريه، بنهتم بالكونستراكشن، بنهتم بالسيستمز، بالاتش باك، حتى نختار الاتش باك المناسب اللي بيوفر طاقه للمبنى. فلازم كل حاجه بنهتم بيها، حتى بندرس الموقع والنباتات بتاعت الموقع والفاكتورز المحيطه بالموقع كلها، حتى لو في ضوضاء في الموقع، فده لازم تتعالج الضوضاء اصلا اللي ناتج من الشارع ده، يعتبر استدامه، مش هقعد في بيت انا في الاخر قاعد سامع اصوات بره، فده لا يلحق الاستدامه اكيد، في الاخر انا هنزعج، في الاخر هغير من الديزاين بتاعي. فان انا ادرس الموقع كويس جدا، وادرس العوامل المناخيه والعوامل البيئيه وعوامل الموقع كويس عشان ابدا بها الديزاين، ده شيء مناسب. وصد ده برضو ان انا اهتم برضو براي العميل، تكلفه العميل، الاسلوب بتاع العميل اللي هو عايز يبني بيه، الطريقه بتاعته. يعني في المشروع اللي ان شاء الله ان احنا هنتكلم فيه كان في فاكتورز مهم جدا ان احنا نبص لها من الاول عشان خاطر ان هي اثرت معانا في التصميم بعد كده، فهنشرح ده كله برضو. فانا بتكلم ان انت لازم تكون برضو فاهم انفيرمنتال ديزاين، لازم تبقى فاهم التصميم بيئي كويس عشان تقدر تحقق البيم امبلمنتيشن وتحقق كله مع بعض. فاول حاجه انا واتكلمت فيها برضو ان انا مش عايز ان انا نبدا ال 6 دي او نبدا البيم امبلمنتيشن سستينابيلتي ان احنا نبداها من الاخر، اللي هو بعد ما خلصنا المبنى، بعد ما خلصنا التندر، او بعد ما خلصنا حته الديزاين ديفلوبمنت دي،
نبدأ بقى نبدأ نشوف بقى احنا ممكن نحقق الاستدامة ازاي. لا انا من انا اول الكونسبشوال ديزاين انا ببدأ اخش معاهم في التيم. لو انا اركتكت وفاهم كويس انفيرمنتال ديزاين وفاهم البيم، ببدأ ادخل معاهم في التيم، ابدأ ان انا اشتغل على المبنى كاستدامة. طب انا لو انا مش مهتم بالاستدامة ومش عارف طرق التوفير وطرق الاستراتيجي بتاعه الباسيف تكنيك والاكتيف تكنيك والكلام ده كله، خلاص شوف كونسلتنت معين ليه في المجال ده ويبدا ان هو انرولد معاك وتبدا تشتغلوا فيه من اول يوم. فمثلا الكونسبشوال ديزاين طبعا كل مرحله احنا هنمر فيها في المشروع هنبدا نعلي ليفل اوف ديتيلز، هنبدا نعلي زي ما بالظبط في البيم موديل بنعلي ليفل اوف ديتيلز في كل مرحله، احنا برضو في السكس دي امبلمنتيشن هنعلي ليفل اوف ديتيلز. يعني في الكونسبشوال ديزاين هنتلاقينا مثلا من اول يوم بنبدا نتكلم في التوجيه، نبدا نتكلم في الماس ريشيو بتاعتنا، في نسب المبنى، يعني هل هو هنشتغل على مستطيل مربع طبقا طبعا لمحددات الموقع اللي احنا درسناها في الاول، هنشتغل على مستطيل على موقع على مستطيل او مربع، هنشتغل على اتريوم، هيبقى في اتريوم في النص، هنعمل تشكيل في الوجه، هنعمل تشكيل في الكتله. فده طبعا لازم من اول يوم بنبدا نفكر فيه. هنبدا يعني نتكلم في الويند ريشيو، اللي هو الويند ريشيو نسب الفتحات بتاعه المبنى، ما هو دي فيها اكواد وفيها سواء كود اشري او كود اللي هو كود المصري دلوقتي، بقى في كود اللي هو كفاءه المباني، كفاءه الطاقه للمباني في المباني السكنيه، بقى بيتكلم على الويند ريشيو نسب الفتحات، وبيتكلم معاك بيديك كمان مقترحات ان انت توفر الطاقه سواء للمباني المكيفه او المباني غير المكيفه. بنبدا نختار الماتيريال سيلكشن، بنبدا ندرس اللوكال ماتيريالز، نشوف هي موجوده متاحه، ايه الماتيريال المتاحه، ايه اللي نقدر نشتغل بيها. زي ما بالظبط في اسوان المباني هناك ناجحه لحد دلوقتي، وتدخل المباني القديمه هناك هتلاقي ان هي فعلا بتحس بالراحه الحراريه جوه، لان هو بدا يشتغل باللوكال ماتيريالز بتاعته، ما راحش استحدث ماتيريال جديده من بره وبدا انه يشتغل بيها في اسوان مثلا. في التوجيه بتاع الاورينتيشن، السيستمز اللي احنا ممكن نتكلم عليها مبدئيا، كل ده بنبدا في الكونسبشن ديزاين نبدا نفكر فيه في مبدئيا. بعد كده تاني مرحله بنبدا نشتغل عليها اللي هي سكيماتيك ديزاين. احنا بنمشي مع خطوات المشروع، سكيماتيك ديزاين بقى نبدا نحدد الاكس واي والزد، الفوليوم بتاع الماسنج ذات نفسه بقى بنبدا نحدده طبقا للاكواد والافشنسي بتاع البلانات. طبعا لازم نحقق الكوز ولازم نحقق المسارات الحركه كويس جدا، ولازم نحقق الوظيفه بتاعه المبنى. ما ينفعش معظم الناس اللي بتنزل يعني شغل انفيرمنتال تلاقي ان هو اهمل الوظيفه، مش معقوله تهمل الوظيفه مقابل ان انت تحقق السستينابيلتي ديزاين. لا، لازم الاثنين مع بعض انبرل مع بعض، لازم تحقق الاثنين. بدأنا نختار بقى الويندو ماتيريالز بتاعتنا، نبدا نختار الباسيف تكنيك اللي هنشتغل بيها بعد ما عملنا الدراسه المبدئيه في الكونسبشن، بنختار السيستمز بتاعتنا بنبدا نستقر عليها. والله احنا هنشتغل بي في سي، هنحط بي في سيلز مثلا، هنحط مثلا السولار هيتنج السخانات الشمسيه، هنحط مثلا سيستم ذكي اللي هو بيحرك فيه اللوفرز مثلا زي ابراج البحر في دبي. هنبدا نحط ايه؟ برضه الروفز مثلا، الروف دي هنشتغل جرين روف ولا هنشتغل بي بي سيلز معانا ولا ايه، برضه هنشتغلها ازاي. فنبدا برضه في المرحله دي نبدا نزود تفاصيل اكتر، في تفاصيل اكتر من كده ممكن نشتغل عليها برضه زي الانتيريو، زي نوع الماتيريال، اللايت، الكلر بتاعه، الكلام ده كله ده بيأثر معاه. بعد كده في المرحله اللي بعدها نبدا بقى ندخل في حته الدوكيومنتيشن، نبدا بقى فعلا بنبدا نختار بقى الثيرمال ماتيريالز بتاعتنا، الثيرمال بروبرتيز بتاعت الماتيريال، الخصائص اليو فاليو والار فاليو، نبدا نجيب السبيكس بتاعتها ونبدا ندرسها كويس ونعرف احنا الار فاليو فعلا هي فعلا كبيره ان هي تقدر تقاوم انتقال الحراره. بنبدا نحسب الاتش باك لود، حمل التكييفات، بنبدا نختار ايه نوع الارتفيشال لايت، نوع الاضاءه اللي احنا هنستخدمها في المبنى، بحيث مثلا لو هنستخدم ليد، طب الليد دي كذا نوع، هنستخدم اي نوع من الليد واي شركه. فبنبدا ندخل بقى في حته الدوكيومنتيشن ان احنا فعلا بقى بنبدا نعمل الريبورتس والتقارير اللي هي توثق او لكل السيستمز وكل الحاجه اللي احنا اخترناها من الاول. يعني ما ينفعش في المرحله دي اجي اقول انا هسيب كل الثلاث مراحل اللي فاتوا او المرحلتين اللي فاتوا وهبدا من اول المرحله دي، ان انا خلاص بقى انا تعالى ابدا السستينابل ديزاين من هنا. طب ما انت في حاجات كتير انت ممكن ما تكونش اشتغلت عليها من الاول، زي مثلا الماس ريشيو بتاعتنا، وبرضه دي كانت حصلت لنا مشكله ايام المسابقه بتاعت المسجد اللي هي جي بي ار اس دي. دي كنا حصل مشكله ان احنا لما جينا بدانا، يعني هشرح لكم برده بالتفصيل قدام واحنا بنشرح الاكزامبل. لما جينا نشتغل في المشروع انا كنت متاخر ان انا ادخل معاهم في التيم، فهم بداوا قبل. فلما جيت ادخل معاهم في التيم اكتشفت ان هم عملوا ماسنج صعب جدا ان انا احققها في الديزاين بيلدر.
وده هنتكلم برضه فيه بالتفصيل، هو ايه الديزاين بيلدر بيشتغل بنظام ايه، وليه صعب ان احنا في حاجات نقدر نحققها. فطبعا كان بالنسبه لنا ان احنا لغينا التصميم ده وبدانا تصميم من اول وجديد خالص. فده يبقى في مراحل احنا بنبدا من دي 1 معاه في المشروع، ولازم نبدا واحنا شغالين نعمل اوبتمايزيشن ما بين الكوست وما بين الماتيريالز، بين الكوست وبين الديزاين ذات نفسه وبين الاكواد، بنبدا نشتغل معاه من الاول خالص لحد ما نوصل للفاينل اللي هو الدوكيومنت بتاعتنا، الريبورت بتاعتنا، الكونستراكت التندر، وبنقدم المشروع. وبرده هنلاقي ان البيم يعني نبدا بقى ننفذ ده في البيم، يعني انا شرحته بشكل نظري، نبدا ننفذه في البيم. هنلاقي ان البيم بيسبورت ده بقوه جدا، ان هو حتى في الانرجي سيتنج بتاعه بيبدا يقول لك انا ممكن في كونسبشوال تايبس وفي سكيماتيك وفي ديتيل اليمنت. يعني انت لو عايز تعمل حاجه كونسبشوال بس تعرف انت لو اخترت ماتيريال مثلا زي السنجل جلاس ممكن تدخل حراره قد ايه، او الانرجي بتاعتك هتبقى استهلاكها قد ايه. وبرده لو انت عملت سكيماتيك، هو حضراتكم سامعيني؟ طيب باشمهندس عمر. ايوه انا سامعك تمام تمام يعني. طب اصل انا قلت ان انا اكون تمام. طيب انا اسف. فبرده الريفت او البيم سيستم بيبدا يسبورت في الحته دي، ان هو بيبدا ان هو يقول لي والله في الماتيريال حتى في كونسبشوال في سكيماتيك في ديتيل، وبرده في المود اللي احنا هنعمل عليه الديزاين. يعني انا بدات الديزاين من الاول، مش هينفع ان انا اعمل المبنى فول ديتيل، طبعا استحاله، طبعا ده مجهود كبير جدا. فبدا يسبورت في الحته دي ويقول لك والله انت ممكن تشتغل بالكونسبشوال ماس، تعرف بس المبنى، تعمل مقارنات ما بين الماس دي والماس اللي انت الفيرست كيس والفاينل كيس بتاعتك او طريقه التصميم. لان انت لما بتيجي تصمم في الاول مفيش معماري ما بيبداش بسكتشنج، مفيش معماري في الانفيرمنتال ديزاين ما بيبداش بسكشن، يبدا يحط فيه الباس تكنيك ومسارات الهواء والتحريك الهواء، ويشتغل بالتكنيك القديمه اللي هو الويند كالتشر والحاجات دي كلها. فبيبدا يقول لك طب استخدم ده في الاول كده، حطه بسهوله، وابدا نعمل لك دراسه، نعمل لك اناليسيز، نعمل لك مقارنات ما بين الكتل، نعرف ان انت اي كتله هتوفر معاك، حتى لو الدراسات مش قريبه مش دقيقه، بس هي هتعرف منها انت ماشي صح ولا غلط. وطبعا مع الممارسه ومع كتر التصميم انت لوحدك بتبقى عارف انا ماشي كده صح ولا ماشي غلط انت كديزاين. فهتلاقي ان هنا برضو سبورت في الكونسبشوال ديزاين والبيلدنج اليمنت. يعني مثلا هنا اكزامبل، مثلا ده مبنى، ده شكل مبنى انا بدات فيه كونسبشوال ديزاين، انا الشكل ده انا عملت الروف دي بالاسلوب ده، وعايز اشوف انا كده فعلا ماشي صح ولا غلط. فتلاقيت ان هنا في مثلا في الانرجي سيتنج في حاجه اسمها يوز كونسبشوال ماسنج، فانا قلت له انا عايزها. فتلاقيته في مرحله ثانيه بيقول لي طيب لما نيجي نعمل اوكي، هتلاقيه بيقول لي انت هتارجت الجلازنج قد ايه، هتارجت السيل هايت قد ايه، هتعمل شيدنج ولا مش هتعمل شيدنج، هتعمل سكاي لايت ولا لا. فبدات اقول له والله اعمل لي تارجت 20، اعمل لي شيدنج. تلاقيته بيطلع لي الشكل الثاني اللي انا شفته بعد ما عملت له كده، عملت له تلاقيته خلاص بدا ان هو يحط لي شيدنج، وبدا ان هو يغير لي فيه في الشكل ده. لسه انا ما عملتش اي حاجه، ده انا يا دوب لسه مبدئي بقول والله انا لو عملت الروف كده وبدات ان انا اشتغل في المبنى شكله كده، ايه اللي ممكن يطلع لي فيه؟ ايه هل يعني هل توجيه المبنى كده احسن ولا انا اقلبه للناحيه الثانيه؟ فبدا ان ده اسم كونسبشن، لسه بفكر مع التيم ديزاين. وانا برضو كمعماري لازم اكون فاهم الكلام ده، يعني المعماري الشاطر انه يكون فاهم السيستمز كويس، فاهم الديزاين بتاع الانفيرمنتال، فاهم ازاي يعمل حركه الهواء، الصن، حركه كل حاجه. ف وفي ناس معماريه ما بتبقاش مهتمه بالمجال ده، ففي ناس بقى بتبدا ان هي تعمل كونسلتنج لاي حد، تبدا ان هي تجيب حد معاها في التيم ان هو يهتم بالكلام ده. فبدا ان انا احط له الكلام ده، وبدات ان افكر تفكير تاني، طب ليه ما اعملش سكاي لايت؟ فبدات ان انا اقول له والله افتح لي سكاي لايت بنسبه 10%. انا ما اقدرش اقول ان الريفت 100% يعني 100% صح، ما اقدرش اقول كده، لان طبعا هو مش صح ان يقول لي نسبه الجلازنج قد ايه، اقول له 20% وخلاص. لا، انا افرض عايز على الواجهه الشماليه 30% وعايز على الواجهه الشرقيه 10%. فده طبعا كل مره الريفت 2017 كان مختلف، ودلوقتي حاليا بيطور في نفسه، كل فتره كل فيرجن بيبدا يطور في نفسه. فده جايز ان فيما بعد يبدا ان الريفت يقول لك لا، حط لي واجهاتك، حط لي كل واجهه انت عايز فيها نسب قد ايه عشان اطلع لك الدراسات دقيقه. فاحنا بنتكلم يا ريت الريفت يبدا يتطور من الحاجات دي ويبدا يهتم بيها. يعني كان في 2017 انا فاكر ان ما كانش بيطلع اللي هو الاش اللي هو الاي سي اتش تبع اتش باك سيستم، اللي هو نسبه تغيير الهواء في الفراغ، ايري تشنجبل اور، ما كانش بيطلعها، ما كانش بيديني انبوت ان انا ادخلها. حاليا في 2019 بدا ان يدخلها انبوت. فبتوع اتش باك سيستم او الاتش باك بيم هيتلاقوا عارفين الكلام ده فعلا، بداوا الريفت كل شويه بيتطور. ف
فهو جايز ان هو فيما بعد يبدا ان هو يقول لي في الكونسبشن ده يبدا يزود لي تفاصيل اكتر، بحيث ان انا لما ابدا ان انا ادخله الداتا وابدا ان انا اعمل اناليسز يبقى الداتا الى حد ما دقيق. حتى هو هنا بيبدا ان هو يقول لي نوع المبنى، نوع الاتش باك سيستم انت عايز تدخله ايه، وحتى الاسكادول كل ده هنتكلم عنه كمان شويه، بيبدا يدخلها لي. والبيلدنج تايب اللي هو سنجل فاميلي مثلا اتش باك سيستم والكلام ده كله بيبدا كل ده يدخله لي. حتى الكونسبشن انت هتشتغل بشكل كونسبشن، فبتبدا تعمل اديت ويديك شويه ماتيريالز بتبدا تختار منهم كشكل كونسبشن، يعني سنجل مثلا وول مثلا او يعني البلوك وورك مثلا حاجه معينه. فيما بعد انت لسه هتدخل فيها سكيماتيك، لسه هتحط طبقه بلاستر، لسه هتحط سواء ان انت هتحط مثلا جبسون بورد او اي حاجه، فلسه في ديتيلز. فهو بعد كده في مرحله الديتيلز اللي انت بقى عملته في الريفت بتعمل تشيك على دي، فالصح دي، فبتبدا ان هو يقرا اللي انت عملته ديتيلز في الريفت كوردز مثلا. بس احنا لسه في المرحله الاولانيه، لسه بنعمل تيست كده، احنا ماشيين في الاتجاه الصح ولا غلط. فبعد كده بدات ان انا ارفع الكلام ده على الانسايت اناليسيس، بدا ان انا بقارن بين الكتل. والله هنا لقيته يعني في ده كان اربع كتب كنت عامل عليهم دراسه، فكان الاي او اي بتاعتهم 321 310 269 و300. طب هو ايه الاحسن؟ يبقى هو ده 269 ده الاحسن، يعني ده كديزاين هو فعلا هو الاكثر واحد في الطاقه. فببدا ان انا اقارن بينهم، يعني مثلا في الكتله اللي انا كنت بتكلم عليها دي اللي هي الكتله اللي انا بدات اغير فيها، لقيت ان انا لو قللت نسبه السكاي لايت بس هيوفر معايا في الاي او اي في نسبه تكلفه استهلاك الطاقه للمتر المربع في المبنى. شوف بقى المبنى ده كام متر مربع، هيوفر معايا 8 وحده، فمن 149 ل 141. يبقى فعلا يبقى انا الاسكالات محتاج ان انا اقللها شويه عشان ما ادخلش اشعه الشمس وسوديشن. ممكن ان انا كنت لو كنت عملت اكتر بدات اغير في التوجيه كان ممكن يغير معايا اكتر في الاناليسيز، فببدا ان انا اعرف انا ماشي صح ولا غلط. هي كده معنى الكلام ان فعلا حتى هنا الماتيريالز اللي انا اخترتها هنا كانت ماتيريال مبدئيه، فمعنى الكلام ان انا فعلا البيم بيسبورت الحته دي، بيسبورت من اول دي 1 ك 6 دي عايز تعمل امبلمنتيشن ابداه من اول الكونسبشوال ديزاين. طيب ده بالنسبه ان احنا لسه كنا في اول مرحله بندرس فيها الصوره راديشن والدي لايتنج، ولسه طبعا في مراحل كتير بس احنا لسه للاسف ما كملناش بقيه الشغل. بس انا حبيت ان انا اعرض لكم برده المثال ده. ده بقى في طريقتين، انا كده خلصت الديزاين، انا برده عايز ان انا ادرس اشوف استهلاك الطاقه. ففي طريقتين بنشتغل بيهم، يا اما رومز بنشتغل على رومز. لو هنشتغل على الورك فلو بتاع البيم ومعانا بقيه التيمز كلها والتيمز كلها فاهمه التطبيق ال 6 دي، فده هيسهل عليا كتير. ليه؟ لان انا كمعماري انا محتاج ان انا اقول له ده روم مثلا، ده الرومز ديت بيد روم وفي كيتشن وفي داين وفي حاجات كتير، كل اسم فراغ بحدده، وهو بناء بعد كده بيبدا ان هو يعمل لها السبيس بتاعتها ويبدا يحط المعلومات بتاعت كل فراغ. لان انت لما تيجي تحسب استهلاك الطاقه او استهلاك الكهرباء للتكييفات والاضاءه والكلام ده، انت بتحط كميه داتا كبيره جدا. بتوع اتش بيج او بتوع الام اي بي هم اكتر ناس هتبقى عارفه الكلام ده برضو. بس لازم كانفيرمنت ديزاين او راجل مهتم بالاستدامه ومهتم بالتخصص ده لازم تكون قاري كتير جدا في الاتش بيج سيستم وانواع الاتش بيج وطريقه تفكيرهم وطريقه السلكشن بتاعتهم والكلام ده كله. فبيبدا هو ياخد الرومز منك ويبدا ان هو يعمل لها، يحط له الداتا، بيبدا يحط الفانكشن بتاع كل فراغ. والله انا الفراغ ده جيم ولا اوضه نوم ولا ليفنج ولا هو ولا كيتشن ولا كل ولا ايه فراغ ده بالظبط. لان طبعا لو جيم طبعا الاكتيفيتي اللي فيها تبقى مختلفه، في رياضه في حاجات، فطبعا في هيتنج بيطلع من جسم الانسان كتير، فطبعا لازم مكيفات اكتر. غير لما يكون مثلا بيد روم اوضه نوم، حتى السكادول بتاعه مواعيد العمل بتاع كل واحد مختلفه، ده انا هقدر اكيفه مثلا الجيم هكيفه طول اليوم او في على حسب مواعيد العمل، لكن الليلي اللي هو البيت روم لا انا هكيفه ليلي، هيبقى الاستهلاك السكادول بتاعي التكييف بتاعي يشتغل في الفتره الليليه. الكونستراكشن بتاعي الماتيريال بتاعتها بيبدا برده ندخل، انا برده بديله الماتيريالز، الماتيريال بتاعتي هي ايه، انا بشتغل بماتيريال نوعها ايه. يعني هنا قلنا ان احنا اشتغلنا بالاي سي سي او الاي اي سي اللي هو الطوب اللي هو الخلوي، البلوكات الخلويه، فبرضه ببدا ان انا اديله الماتيريالز بتاعتها، الخصائص بتاعتها ايه، الاسكادول بقول له والله هو برضه بيبقى عارف الاسكادول بتاع كل حاجه بناء على كود، زي مثلا كود اشري او كود المصري بيبقى عارف الاسكادول. اللايتنج والله احنا هنشتغل اللايتنج بتاعتنا الارتفيشال لايت، توزيع اللايتنج يعني يبدا يخش معانا بتاع كهرباء، والله بياخد الفراغ مننا. انا عملت روم ديت بدا ان هو ياخد عارف الوقت الروم دي مثلا بيت روم، بدا ان عارف نسبه اللاكس بتاعتها دي، طب ايه الضمط اللي هيكفي المكان ده، فبدا يعمل لها اوبتمايزيشن، يعرف اقل نوع لوم اقل عدد ضمط ممكن نستخدمها في الفراغ ده، وبالتالي فهو هيعرف تكلفه الطاقه بتاعتها قد ايه، ويختار نوع
موفر للطاقه. بدانا نحط الاتش باك سيت بوينت، بنحط الدوميستيك ووتر اللي هو المايه السخنه. هل ده مثلا لو مثلا لو حمام هل هيستخدم سخانات؟ طب السخانات دي هنعملها سخانات شمسيه ولا سخانات بالكهرباء ولا سخانات بالغاز؟ بنبدا فكل ده بقى خلاص الداتا بقت موجوده. انا قلت ده الفراغ ده كذا، وبدات بتاع الام اي بي يحط الداتا بتاعته، بدا يحط الاكيومنت بتاعته، فبتاع الاتش باك او بتاع اللي بيحسب الحسابات الانرجي بدا ان هو يعرف هو والله السخان ده نوعه ايه والمواصفات بتاعته السبيكس بتاعته، فبدا ان انا احطها في الحسبان. الفنتليشن الانفلتريشن المواصفات بتاعت الجواب دي بالنسبه الانفلتريشن تسريب الهواء قد ايه. فكل ده بدانا ان احنا انا البيم ساعدني في كل ده، ان انا خلاص انا بدات ان انا احط مجرد رومز بحطها اللي هو اسمها، بحط الداتا الاوليه بتاع كل حاجه، وبيبدا بتاع الاتش باك يشتغل معايا ان برقل مع بعض. فكل حاجه طب لو عنده مشكله، لو عنده مشكله مثلا ان والله في مثلا يقول لي يا وليدي والله في الفراغ كذا اللي هو مثلا بتاع المعيشه ده نسبه الطاقه اللي داخله فيه او نسبه الحراره عاليه جدا، طب هنحلها ازاي؟ طب تعالى ارجع فارجع لي تاني، طب احنا نعمل نمايز للويندو، هنبدا نزود في الماتيريال، نزود الخصائص بتاعت الماتيريال بحيث انها تقلل نسبه انتقال الحراره، هنشوف ايه المشاكل بتاعتنا ونحلها. فكل ده خلاص امبارح اللي احنا شغالين مع بعض، غير بقى لما اكون انا اخلص التصميم وبعد كده تقول لي احسب الحسابات بتاعتي، فطبعا هو عم يرجع لي انا خلصت دوري، فخلاص انا ما عادش عارف اساعدك. لكن دلوقتي احنا وانا من اول ما بدات الخطوط بتاعتي هو بدا اللي هو الشغل بتاعه، فبدانا امبارح مع بعض شغالين. ففي الجزء الاولاني اللي هو رومز ممكن نشتغل بيها كاركتكت بشتغل بيها، وبرده سبيس انا لو انا فاهم كاركتكت انا كوليد فاهم في البي انا ذات نفسي ببدا فيها انطلق فيها برده قبل ما الاتش باك يخلص، ببدا ان انا انطلق اشوف انا الديزاين بتاعي فعلا بيوفر ولا ما بيوفرش الماتيريال بتاعتي. بس دي محتاجه حد برده يكون دارس اتش باك سيستم ده بيتكون من ايه، والاحمال الحراريه مكوناتها ايه، وايه المشاكل اللي بتظهر. يبقى هو كده البيم سبورت في الحته دي. اه هو البيم ساعدني في الكلام ده كله. ده برضو حاجة يعني مثلا انا هنا بدأت ان انا اقول له والله ده روم كذا وده روم، وحتى هنا في لما بدأ ان هو اللي انا القط بتاعتي السبيس بتاعته بدأ ان هو يقول لي والله قول لي الانشطة الاكتيفيتي السبيس تايب نوع النوع ده ايه، حط لي الكونستراكشن، حط لي عدد الافراد، حط لي حمل الكهرباء، بدأ ان هو حط لي حاجات كتير جدا، حط لي كل دي داتا بدأ يحطها لي. طب انا لو عندي مثلا ثلاث اوض جنب بعض هبدا ان انا احط كل دي بيد روم واحد وبيد روم اثنين وبيد روم ثلاثه، انا بعمل بس كاكزامبل يعني التقسيم ده طبعا غلط يعني، فكاكزامبل مثلا فده اوضه واحد اوضه اثنين اوضه ثلاثه، طب هل انا اقعد بقى اطلع ادخل واحد؟ لا طبعا، حتى في البرامج اللي هي متقدمه بيعملوا حاجه اسمها زون، انا عامل الزون ده كله مع بعضه ده اسميه بيد روم واحط له نفس الخصائص، فبدا ان انا اربط الثلاثه مع بعض. وبرده هتلاقي يعني ده كاركتيكت هو مش تخصصي بس انا لازم اكون فاهم فيه اكتر، لان برده ممكن ان انا اساعد مع بتاع الاتش بي بتاع الام اي بي اقول له طب هما الثلاثه دول زوم مع بعض سهل الموضوع عليك، فبدا ان هو والله الثلاثه دول هيتعملوا سبليت سيستم نوع الاتش باك سبليت سيستم، فيبدا يحطهم لي مع بعض، ما يقول لي ده سبليت سيستم لوحده ده سبليت سيستم لوحده، زائد ان هما كمان في الاتش باك سيستم بيبداوا ان هما يربطوا كذا اوضه مع بعض في السيستمز بتاعتهم، فده بيوفر زي مثلا الفي ار اف او الكلام ده كله، ويبقى عنده كنترول على الكلام ده. فطبعا ده لما احط اوضه واحد اوضه اثنين اوضه ثلاثه وابدا ان انا اشتغل عليها فده كويس ان انا اعملها في زون ويوفر عليا مجهود. فبرضه تلاقيت ان ريفيت بيسبورت في الحته دي كويس جدا. دي نوع برضه ده زي ما بتكلم ده خلاص بقى السبيس ديت بدات تتحول خلاص كده من رومز اللي هي الشكل اللي هو الازرق ده كده الرومز بتاعتنا، لكن بدل ما خلصناها سبيسز بقى وبدانا نحط لها الداتا اللي هي الداتا اللي انا اتكلمت عليها بدات تظهر بالشكل ده، بدانا خلاص كل سبيس برامج الانفيرمنتال او برامج التحليل البيئي بتقرا اي فراغ على انه اكس واي زد، لان طبعا هو اي حاجه من دي حتى بتوع الاتش فيك او بتوع التكييفات لما بييجوا يحسبوا الاحمال الحراريه يحسبوها على برنامج اسمه هاب، كانوا في الاول بيقعدوا يحطوا او لسه حاليا تقريبا بيروحوا يحطوا ارقام، يعني والله طول الحيطه ديت 2 في ارتفاع 3، الحيطه الشماليه 3 في 2، كل ده ارقام بيبدا يحطها، والله نسبه الفتحات 2 في 3 2 في 1 و2 من 10، بيقعد يحط ارقام ليه؟ لان في معادلات بتحسب للاحمال، فهي المعادلات بتتقرا في اكس واي وزد المعادلات، فهي بتبقى ليها تراك من اكس واي وزد، فبالتالي انت لما بتيجي تعمل شكل اورجانيك او شكل مش معلوم له الابعاد بتاعته واضحه، فبالتالي بيبقى على برامج الديزاين الانفيرمنتال ديزاين بتبقى صعبه. يعني برضه هتلاقي برضه يعني ممكن فيما بعد الدنيا دي تحل مشاكلها ويطلع طبعا ورك ستيشن اكتر او امكانيات اكتر للابتوب او حل المعادلات تحل المشاكل بتاعت الاورجانيك والكلام ده كله في حل المعادلات،
بس عاده هتلاقي ان معظم المشاريع اللي هي فيها تصميم بيئي او اللي هي اخذت الليد وعملت لها دوكيومنتيشن هتلاقي ان هي دايما منحصره في حته اللي هي الاكس وزد، منحصر بالكيوبيك او الشكل اللي هو المربع او المستطيل او الحاجات اللي هي معروف شكلها منتظم. فيعني هو ده تقريبا يعني. فلان البرامج الانفيرمنتال بتقرا بتعمل ايكويشنز الحاجات دي كلها في الاكس واي زد، فبيبدا ان هو يشتغل عليها. وبنبدا ان هو كان بيحط على هاب، لو عنده برنامج هاب احنا عندنا برنامج زي ديزاين بلدر او الانرجي بلس او الام ستوديو بنشتغل عليه برده، فبنشتغل امبيريال يعني معه. يعني مثلا حاجه زي الريفت هنا برده في الاناتيكال موديل، لما انا خلصنا مثلا المبنى ده بيبدا ان هو برده فعلا يبدا يقول لي هو نوع السبيس ده ايه، والله السبيس ده ايه نوع ايه، بيبدا ان هو استورج ولا هو ايه بالظبط، وبيبدا ان هو والله الاريا بالبيرسون كل فرد استخدامه. يعني مثلا لو احنا عندنا سبيس مثلا إيه مثلا زي جيم مساحته 100 متر، في اكواد تقول لك ان الجيم كل متر كل مثلا متر فيه 3 افراد، فيبقى انا كده عرفت لو انا مجرد محطط له نوع النوع التايب بتاع السبيس ده هو بدا يقول لي عدد الافراد قد ايه. طب انا هستفيد بعد الافراد ايه؟ لا هتلاقي ان هم العدد لكل فرد بيعمل مجهود بيطلع حراره، فبالتالي انا محتاج ان انا احول الكمفورت بتاعه باقل درجه حرارته، فبالتالي ده لود على التكييف، فبيبدا كل ده يديني كل الشغل بتاعه. حتى هنا بيبدا ان هو يقول لي لو انت النوع ده الباور بتاعه اللايتنج بتاعته قد ايه وشغله من كذا لكذا. فالريفت بدا ان هو عنده داتا، بيج داتا عن المعلومات دي كويسه جدا، وبيبدا نشتغل عليه. طيب انا من بعد ده كله انا يعني نستفيد برضو ايه، برضو البيم او الريفت في مشاكل برضو ان هو نسبه الخطا بتاعته لما نيجي نعتمد من شركه من منظمه شبه الليد زي الليد او اي منظمه بره اللي احنا عايزين بقى ناخد الليد سيرتيفايد من المبنى او حاجه، فاحنا لو اشتغلنا كل الاناليسيز على الليد هو مش هيعترف بيه. يعني حتى انا دخلت امبارح اتاكد هو هل فعلا الليد لسه مش معترف، ففعلا هو الليد مش معترف لسه بالاناليسيز بتاعت الريفت. لو حد عنده معلومه ممكن يقولها لي بعد المحاضره برضه. فهو لحد الان انا شفت لسه اخر حاجه شايفها امبارح ان فعلا الليد لسه ما اعترفش بالريفت اناليسيز بتاعته، بس هل ده يقلل من المجهود اللي بيقدمه الريفت؟ لا طبعا ما بيقللش منه خالص، لانه بيوفر عليه مجهود كبير جدا. انا كنت لولا او لولا السيستم دي كنت هعمل شغل تاني مجهود كبير ويقعد معايا بالايام وشهور عشان اطلع النتائج. فهو الريفت بدا ان هو يسهل، اولا سهل الشغل معانا كتير جدا ما بيني وبين الاقسام الثانيه، بقى انا انفيرل مع بعض بنشتغل. سهل ان انا بدات ان انا اشوف الموديل بتاعي، بدا ان انا احط الاكتيفيتي بتاعتي، وعشان برضو ان انا اقدم على الليد سيرتيفايد في حاجه اسمها الجي بي اكس ام ال، ان انا اعمل له اكسبورت الليد بيدعم كذا، والبرامج الانفيرمنتال بتدعم كذا، بتدعم برضو الاستغلال دي الجي بي اكس ام ال اللي هو جرين بيلدينج اكس ام ال. فده برضو مثال. احنا برضو بعد ما خلصنا يعني جزء من الفيلا، احنا برضو بنشتغل دلوقتي ان احنا عايزين نعرف نسبه الاحمال الحراريه، الاحمال بتاعت التكييفات والكلام ده كله، والكهرباء هتوصل لكام. فهو انا لولا موجود البيم وموجود الشغل بتاع البيم ده وكميه الداتا اللي انا بحطها في البيم، ما كنتش ان انا هقدر في اكسبورت بس فجاه يعني ضغطه زر ان انا احول الموديل بتاعي للديزاين بيلدر بالشكل ده. فانا بدات ان انا حتى هنا على الجهه اليمين بدا ان هو هنا امبورت بيم موديل، بدا ان هو الديزاين بيلدر ده برنامج متخصص في التحليل بي، برنامج تقريبا انجليزي. فبدا ان هو امبورت بين موديل ده فيرجن 6.1، والانرجي بلس الديزاين بيلدر بيعمل بيشتغل بانجن اللي هو الانرجي بلس. الانرجي بلس ده يعتبر هو اللي بيعمل الكالكوليشنز بتاعت الحسابات دي كلها، المعادلات دي كلها عشان يطلع لي، لكن ده يعتبر الصوره او الفيجوال بتاعه هو من هنا. طبعا الانرجي بلس اللي شغال عليه اللي بيسبورت الديزاين بيلدر بيسبورت الانرجي بلس 8.9، ودلوقتي الانرجي بلس وصل منه تقريبا ل 9.2، وفي صيغه بنقدر نحول بيها والكلام ده كله. فدلوقتي الديزاين بيلدر اللي هو النسخ الجديده دي بقت بتعمل امبورت بين موديل. لكن لو كنا شفنا الديزاين بيلدر اللي هو اتنين مثلا نسخه 2.4 او 2.5 هتلاقي ان هو كان بيدعم بس امبورت 2D او 3D، ما كانش فيه البيم موديل. لما بدات التكنولوجيا البيم تبدا تتطور بدا ان هو يدعمها. فخلاص انا طالما انا دخلت خلصت كل حاجه في البيم وعايز ان انا اعمل سيرتيفايد للليد او الكلام ده كله، طب ليه ما اقدرش ان انا ادخل على الديزاين بيلدر اكمل بقيه حساباتي وفي نفس الوقت اخد السيرتيفايد؟ لان الليد الديزاين بيلدر معتمد من الليد، ومعظم الكالكوليشن اللي بتتعمل للليد عشان تاخد السيرتيفايد بتتعمل على الديزاين بيلدر. طب يبقى كده معنى فعلا ان هو سهل عليا شغل ومجهود كبير جدا كنت عامله في الديزاين بيلدر. اولا بناء الموديل ده على الديزاين بيلدر ممكن ياخد مني مجهود كبير جدا،
ومع ممكن الموديل ده بسيط، لكن في مودلز كتيره معقده زي مبنى قدام ياخد مني مجهود كبير جدا. وفي برضه هنعمل اكزامبل الثانيه برضه هنعرف ان هو كان معقد برضه ان انا ادخل على الديزاين بيلدر واشتغل عليه. فمثلا حاجه زي كده ان انا خلاص عملتها اكسبورت على الديزاين بيلدر وبدات ان انا ادخله كده بالمنظر ده، بدات ان هو يدخل عندي، هتلاقي ان هو حتى الماتيريالز اللي انا حاططها له اللي هي الجي بي اكس ام ال دي بدات تظهر عندي كاكسترنال فلورز مثلا في الماتيريالز بتاعت الديزاين بيلدر. يبقى انا اللي انا استفدت ان انا حطيت الماتيريالز هناك وفي البيم موديل ان انا قعدت احط داتا كتير وانفورميشن كتير جدا، اللي هو طبعا البيم مبني على الانفورميشن، المعلومات بتاعت الماتيريالز وكل حاجه بدات تظهر معايا، فمش محتاج ان انا احطها من اول وجديد هنا، لا خلاص هي دخلت بكل الخصائص بتاعتها. حتى الاتش باك سيستم احنا كنا شغالين في لسه بادئين فيه، فكنا عاملين ليه زون حاطين له الاتش باك سيستم، بدا ان هو يظهر نوع الاتش باك سيستم معانا، فمش محتاج ان انا ادخل هنا كمان واعمل له الاتش باك سيستم. فده طبعا بالتعاون طبعا مع الفريق، مع بقيه الفريق ومع الام اي بي، الام اي بي بيم معانا، فبدا ان هو يشتغل الكلام ده، فبدأ نشوف ان احنا كل حاجه خلاص بدات تظهر معانا، فمش هيوفر علينا مجهود كبير جدا. وبدانا نطلع برضو يعني بدات اطلع الكالكوليشن المبدئيه للحسابات بتاعتنا، فطلعنا طبعا الكهرباء حتى هي مقدره هنا بالكيلو وات بالاور، يعني قلت مثلا حساب تقديري كده. طبعا ده كله كان مبدئي لسه ما كملناش بقيه الشغل، بس طبعا كنت عايز اوضح لكم في المحاضره دي احنا ايه الخطوات او الورك فلو اللي احنا بنبداها من الاول لحد ما بنوصل للاخر. يعني ده حاجه ان انا والله انا اوري الكلاينت بعد ما بخلص، انت تقريبا لو انت دفعت في الماتيريالز بتاعتك دي مبلغ كذا، انت شوف الكهرباء بتاعتك كانت في الاول هتستهلك قد ايه، ودلوقتي احنا دلوقتي في شهر مثلا شهر واحد انت هتستهلك 2316 كيلو وات اور، يعني حوالي لو بالمصري 2300 جنيه، ولو في عز الصيف هتستهلك 8350 اللي هو 5757 كيلو وات بير اور. فده وده 8350 جنيه. طب ومحدش يبص على 8000 ان هو جديد، لا في مباني بتستهلك اكتر من كده بمراحل، وخصوصا كمان لو في السعوديه طبعا الاير تمبريتشر هناك والكلايمت هناك مختلف عن مصر برضه، فده اصلا يعتبر موفر. فطب بعد كده احنا بنقول له والله انت كنت في الاول هتستهلك قد ايه ودلوقتي هتستهلك قد ايه، وكمان انت بتستخدم كمان اللوكال ماتيريالز بتاعتك هنستخدمها حتى لو النشر كوست بتاعها كبير، بس في الاخر اللايف سايكل كوست بتاعها او اللايف سايكل كوست للمبنى والتشغيل بتاعه هيوفر معايا اقل، لان انا بقيت بدفع فواتير اقل. طب انت اللايتنج حتى في الارتفيشال لايت بتاع الكهرباء، والله مثلا يجي يقول للكلاينت انا ممكن اجيب لك كهرباء الانيشال لمبات او نوع لمبات الانيشال كوست بتاعها قليل جدا، بس مش هتوفر معاه، يعني مش هتوفر معاك. يبقى طب ليه؟ طب ما ادفع الانيشال كوست مش مشكله كبير شويه، بس في الاخر هتلاقيه بيوفر معاك في الطاقه. فبالتالي ده بالنسبه لي انا حققت فعلا الاستدامه وحققت توفير الطاقه، وزائد ان انا اكتر من كده ان انا حققت كمان حاجه غايبه عننا اللي هي الكمفورت بتاعنا، لان انا لما بزود في الخصائص بتاعت الماتيريال درجه الحراره وانتقال الحراره جوه، وده برضو شيء يهمني، انا عايز الراحه الحراريه للانسان جوه، فده شيء يهمني. الراحه الحراريه بدات تقل، يعني بدات ان انا اشوف الاير تمبريتشر معايا من 21 اقصى حاجه في اعلى شهر وصلت ل 29. لكن انا لو ما كنتش انا استخدمت ماتيريال، لو ماتيريال كويسه والار فاليو بتاعتها عاليه والكلام ده كان ممكن توصل معايا حاجه ب 30، يعني الحاجه ب 30. فبالتالي احنا ما حققتش الكومفورت بتاعي زون خالص، فبالتالي انا كده حتى استخدمت ماتيريال ووفرت في الماتيريال بس، وكمان انت قاعد جوه التكييف مش قادر الافشنسي بتاعته درجه الحراره بره مش قادره تغطي كميه الحراره اللي داخله معاك جوه، فبالتالي اصلا ممكن التكييف اصلا يعني فيما بعد يبوظ اصلا لان هو مش قادر يغطي كميه الحراره اللي داخله. فبالتالي احنا هنزود احمال التكييف وهنجيب كم احمال تكييف اعلى، وده برضه هتلاقي ان بتاع التكييف متخصص برضه في الحته دي اكتر ويبدا ان هو يفهمنا اكتر، بس انا يعني على قد علمي ببدا ان انا اقول لكم ايه اللي هيحصل لو احنا ما اهتمناش بالموضوع ده. يعني مثلا هنا برضه عشان قبل ما ننتقل من السلايد دي، هنا الاير تمبريتشر برضه معلومه، يعني برضه الاير تمبريتشر بيقول 21 23 25 في كل الشهور. الريديانت تمبريتشر ايه الفرق بين الاير والريديانت؟ الريديانت ديت لو انا مثلا في الاوضه في النص، فالاير تمبريتشر بتاعتي 23، طب لو قربت من الحيطه والحيطه موجهه ناحيه الجنوب لا الحته هتبقى سخنه، فالريديانت تمبريتشر بتاعتها مثلا بقت 5 او 26 او حتى 30 او 32. طب ايه الحراره بقى اللي انا فعلا حاسسها في الفراغ اللي هي الاوبريتيف تمبريتشر؟ دي الاوبريتيف تمبريتشر هي دي بقى اللي اشلي بيشتغل عليها، ودي اللي بتحقق معايا الكومفورت بتاعي، ودي خلينا برضه فاكرنا ان احنا هنستخدمها في مبنى تاني اشتغلنا عليه وعملنا المقارنه وطلعنا الاوبريتيف تمبريتشر بتاعتها. فيا رب بس تكونوا واضحين الحته دي. ولسه بقى يعني لسه قدام شويه، احنا دلوقتي ده يعني ده انا نجيب السبيكس بتاعت الماتيريال اللي احنا بنشتغل بيها، وبدانا نعرف الثيرمال كونتكتيفيتي
بتاعتها قد ايه، فانت لقينا انها 18 من 16% ل 18، فمعنى كده ان كل ما السيرمال كونتكتيفيتي بتاعتها قلت معنى كده ان الار فاليو عاليه جدا، فبالتالي هيمنع انتقال الحراره طبقا للمعادله اللي موجوده اللي هي المعادله دي. فطبعا ده لسه برضو انا شطارتي برضو ان انا كمصمم معماري او مصمم بيئي ان انا ازاي اعمل اوبتمايزيشن ما بين الكوست تكلفه المبنى وبين ان انا اعمل انرجي افشنسي اللي هو توفير الطاقه. ما ينفعش ان انا اروح اجيب زي مثلا دبل جلازنج او تريبل جلازنج واعلف التكلفه قوي عشان اوفر حاجه بسيطه جدا في الار فاليو بتاعتي او ان انا اوفر في انتقال الحراره. طبعا ده مش منطقي خالص، يعني اللي راح جاب تريبل وراح جاب. طب ليه؟ طب ما احنا اوروبا كلها بتشتغل بالتصميم اللي هو الفتحات قليله وكل حاجه قليله، ليه احنا المصريين عايزين نعمل كل حاجه ازاز وكل حاجه فيها شغل كيرتنز وخلاص نعمل المشكله؟ طب احنا عايزين بقى والله ده احمال التكييف كبيره جدا وبندفع فواتير كبيره جدا وكل ده نبدا نقللها. طب نغير واجهات الازاز بتاعتنا، تعالى نحط شيء، فتلاقي الواجهه كله الفساد بتاعتنا بقت شكلها اصلا يعني بقت شكلها وحش. ايه قعدنا نعمل فيها معالجات؟ طب ليه ما بنبداش من الاول في الموضوع ده؟ ليه ما بنفكرش في الديزاين اصلا كديزاين برنسبلز في الاول ان احنا نهتم بالموضوع ده؟ فالفتره الجايه برده في المشروع بتاعنا ده انا برده كنت يعني بقول لكم احنا يعني بشرح لكم مثال احنا بنطبق فيه الكلام ده. ففي الفتره الجايه احنا هنبدا نشتغل على الاوبتمايزيشن ده، وان شاء الله لو في فرصه ان احنا يعني بعد ما نخلص المشروع نشرح الخطوات، لان اكيد طبعا في حاجات هتتغير وفي حاجات هتحصل واحنا شغالين نبقى نتكلم فيه بعدين ان شاء الله. طيب ايه هو الجي بي اكس ام ال اللي انا خطبته كده قلت احنا هنصدر من الريفت للديزاين بيلدر؟ هو جرين بيلدنج اكس ام ال ده هي لغه بتهتم بالداتا، يعني الداتا بتحولها لغه كوديه كده ان هي تحول. يعني انا لما حطيت كل الانبوتس بتاعت الفراغ، حطيت مساحته وحطيت البوليان بتاعته وحطيت عدد الافراد وحطيت الاكتيفيتي وحطيت نوع السيستم وحطيت اللايتنج وحطيت كل ده، فاحنا عايزين ننقل من ريفت ننقل لبرنامج تاني عشان يكمل شغل. فبالتالي بقى في حاجه اسمها ان احنا نحول الداتا دي كودي اللي هو جرين بيلدنج اكس ام ال اللي هو الجي بي اكس ام ال اللي هو ننقله بقى. فهو دي طبعا وفرت معانا كتير جدا، اللي هي دي الداتا اللي نقدر ننقل بيها، بننقل بيها السيرمال وبننقل بيها الاكيوبمنت وبننقل بيها السيرمال بروتوتايب بتاعت الماتيريال وبننقل بيها اللايتنج والسكادول وبننقل بيها حاجات كتير. دي الداتا اللي ممكن ننقل بيها كل ده للاكس جي بي اكس ام ال. عشان خاطر لما اجي ده شكل الجي بي اكس ام ال ده، طب يعني مثلا اللوكيشن هنا بدا ان هو يحط والاريا مثلا المبنى عندنا 344 متر، فبدا ان هو بكودينج والكلام ده كله بدا انه يقراها، اسم الماتيريال النيم بتاعته حتى كل فراغ بدا ان هو الفوليوم بتاع الاريا 25، ده اكيد اول اوضه مساحتها مثلا 25 ده الفوليوم بتاعتها بقت 75، وده والله الكوردينيتس بتاعت اول ضلع وثاني ضلع وثالث ضلع بحيث ان هي تكون الاوضه. فبدا ان هو يحول كل الفراغات وكل الحاجه وكل الداتا اللي انا دخلتها لكودنج شبه اللي انا عارضه دلوقتي. فبالتالي بقى اي سوفت وير ثاني يقدر ان هو ياخد الكودنج يبرمجه ليه يقراه على الفيجوال عنده، زي الديزاين بيلدر ما حصل في الديزاين بيلدر وبدات ان انا اشوف المبنى اللي انا بنيته عندي على البيم وحطيت له الداتا بدات تظهر معايا الديزاين بيلدر. فده وفر علينا مجهود كبير جدا. طب ليه جي بي اكس ام ال بقى يعني حاجه يعني سهلت علينا الموضوع؟ طبعا عشان طبعا يعني هتنقل لنا الداتا وهسهل لنا طبعا، يعني احسن ما انا اقعد ابني تاني على الديزاين بيلدر، واللي اشتغل على الديزاين بيلدر هيعرف ان هو طريقه المودرنج بتاعته عقيمه شويه او صعبه شويه، لانه طبعا بيهتم ان احنا الاكس واي والزد وحتى نوع التشكيل بتاعه فيه صعب، انت بتطلع كيوبيك تقريبا وصعب ان انت تعمل فيه تشكيل، بتلاقيش اي تشكيل تقريبا في الواجهه. فطبعا انت تعمل الكلام ده على الريفت والريفت هتعطيك التولز دي والكلام ده كله، فبالتالي سهل على الموضوع كبير جدا. وفي نفس الوقت انا نقلت الداتا ونقلت كل حاجه وبدات ان انا اعمل لها اناليسيز وعملت عليها الديزاين بتاعي، وبدات حتى لو انا الريفت مش سبورت لحاجات كتير زي مثلا السي اف دي او الكلام ده كله، في ديزاين بيلدر مدعوم بالسي اف دي، زائد ان الريفت كمان بقى فيه ادنز فيها ديزاين بيلدر، ففي تعاون كبير جدا بينهم، يعني الريفت فيها ادنز ديزاين بيلدر، فانا بمجرد ما اضغط على الادنز ديت هتلاقي ان المبنى بتاعي اتحول دايركت على طول على الديزاين بيلدر. فبالتالي انا بشوف كل حاجه انا بدات ان انا اشتغل فيها ديزاين وصلت معايا لفين. فهو ده برده يعني ده نقطه الجي بي اكس ام ال. ده برده مشروع اللي هو كان بروجيكت في النزهه، كنا شغالين عليه سيرش برده مع حد، فبرده احنا كان المشروع بيم ريفت وعشان نعمله على الديزاين بيلدر فكان هياخد مننا وقت، فكان لسه ده كان تقريبا سنتين ولا حاجه، كان على ريفت 2017.
فيعني انها برضو من الريفت للبيم للديزاين بلندر، وبدأنا نشتغل عليه الاناليسيس وطلعنا عليه الريسيرش وطلعنا عليه كل حاجه. فده برضو كنا اشتغلنا عليه فتره برضو، وكان لسه بدايه البيم وبدايه الحته بتاعه نقله الجي بي اكس ام ال، وان انت الديزاين بلندر يسبورت حته البيم موديل، فكانت حاجه كويسه جدا ووفرت علينا مجهود كبير احسن ما اقعد ابني كل ده تاني على ديزاين بلندر. وده المشروع اللي كسبناه اللي هو المسجد اللي هو تبع المسابقه اللي هي جرين بيلدينج دي، كنا المسابقه دي كسبناها. فدي برضو كانت دي اللي دخلت فيها متاخر، وكان التصميم مختلف عن ده خالص، كان في شكل بيضاوي، فالشكل البيضاوي ده كان صعب جدا ان انا ابدا ان انا اشتغل عليه انالسيز. وحتى بعد ما عملنا الشكل ده كان صعب ان انا اشتغل عليه ديزاين بيلدر انالسيز، لان كان ساعتها اللايسنس بتاع الديزاين بيلدر مش معايا، وما كانش سبورت الديزاين بيلدر، كان بيسمح لي ب 50 زون فقط، والمساحه بتاعت المبنى دي كانت كبيره جدا، كان الجهاز بتاعي مش مستحمل كل الشغل ده عليه. فبدات ان انا اشتغل بحاجه ثانيه اسمها جراس هوبر، في برضو حاجه فيه برضو بيدعم الانرجي بلس اسمها الاركيزم والديفا، وبدانا نشتغل عليه ونطلع التقارير، وهوريكم الوقت التقارير برضو دي المسابقه بتاعت المسجد. وده برضو لما انام كان المشروع معمول بيه موديل كامل كل التفاصيل فيه، وكان من شروط يعني ده حاجه قويه جدا معانا في الكود اللي هو او الجي بي ار اس بتاعت مصر اللي هو بيمثل الليد، ان احنا بداوا يهتموا جدا بالبيم فيه، بدا يقولوا ان انت تاخد نقط لو انت عملت البيم موديل. فده انا شايف اصلا ده اكبر اضافه ممكن ان الكود بتاعنا او يعتبر المثيل للليد بدا يهتم بيه. فده برضو نقلناه من الريفت ونقلناه للجي بي اكس ام ال، وبعد كده دخلت برضو كان ساعتها برضو كان المطورين بتاع الهاني بي واللادي باج اللي هم شغالين انالسيس على جراس هوبر والجراس هوبر والراينو، كانوا بداوا برضو يقولوا ان احنا بدانا نعمل ادنز تحول لنا جي بي اكس ام ال وتقراها، فبدانا نشتغل عليها برضو. وبدانا برضو انا استفدت برضو من كان في دراسه اكوستيك موجوده للمسجد، كنا عايزين نعمل دراسه اكوستيك، فبدات ان انا استفيد ان انا جي بي اكس ام ال ده بطريقه كودنج، اغير في الكود بس كده في الكودنج اللي هو الاكس ام ال، وادخلها على اركتكت وادرس الاكوستيك فيه. ممكن تبقى من الاكوستيك مش دقيقه ما فيش مشكله، بس هو اجتهاد ان احنا نقدر ندخل المبنى ده كله، ودي صوره من الايكوتكت اللي احنا فيها درسنا فيها الاكوستيك. ففي كنا ساعتها برضه درسنا ايه هو الاكوستيك والدايركت بتاعته والايكو ازاي صدى الصوت بينتج، وبدانا ندرس فيه الزوايا والكلام ده كله والماتيريالز والاكوستيك اندكس بتاعتنا، وبدانا نشتغل عليه. فطبعا كنا عشان نعمل ده على ديزاين على الايكوتيك اللي اشتغل الايكوتيك، عارف ان ده يعني مستحيل صعب جدا ان يعني احنا نبدا نعمل الشغل ده عليه. فطبعا الجي بي اكس ام ال وفر علينا شغل كبير جدا وبدانا نستفيد منه. ودي التقارير بتاعت المسجد، وفي ثلاث تقارير مهمين. يعني احنا كنا في المشروع ده انا فاكر ان انا كنت مطلع تقريبا ما يقرب من 200 تقرير عشان اعرف ادرس بس ايه اللي بيحصل في الهيت بتاعنا وانتقال الحراره وكده. ففي ثلاث حاجات مهمين جدا ممكن بتوع برده الاتش باك سيستم برده او الاتش باك بيم يبقوا دارسينها كويس، اللي هو الاتش باك دود حمل التكييف اللي هو الديك بتاعه، واجمالي احمال التكييف على مدار السنه اللي هو انت هتدفعه على مدار السنه سنويا، والكمفورت بتاعه. فده طبعا في كنا دارسين درست انا الشهور بتاعتنا، وطلعنا اعلى شهر اللي هو كان جولاي، طلعت نسبه استهلاك قد ايه عشان اعرف برده انا هطلع اجيب حمل تكييف قد ايه. فالاتش باك دود طلعت ان هو كان في شهر 7 هو اعلى حمل تكييف فيه، فبدات اعرف الشهر 7 ده شهر 7 بدات ادرس انتاجيه برده مزودها اكتر، قلت بقى انا هدرس الايام، فبدا يطلع لي يوم. طبعا كان المسجد ليه مواصفات خاصه، لان المسجد لو نعرف ان هو يعني اي مبنى ممكن يبقى الساعه 3 ل 4 العصر، من 3 ل 4 او في حدود التوقيت ده هو ده البيك بتاعه، اعلى حمل تكييف ممكن يعمله في الصيف مثلا في شهر 6. فبس المسجد مختلف شويه، لان ده طبيعه المسجد الاعلى حاجه ممكن يدخلها الناس ويبدا يطلع فيها حراره ويطلع فيها الشغل ده كله بيبقى يوم صلاه ساعه صلاه الجمعه. فبالتالي انا ساعتها بقى حطيت نسبه الاكتيفيتي بتاعتنا، فحطيت السكادول ان يوم الجمعه بيبقى هو الكومبليت في كل عدد المصلين. فبالتالي هو لما طلع لي ان اعلى يوم هيستهلك فيه تكييف عشان اقدر اجيب احمال تكييف تغطي المكان ده كان هو يوم الجمعه والساعه 12 مش الساعه 4 اللي هو ساعه صلاه الظهر. فبالتالي احنا صممنا على يوم الجمعه الساعه 12 الظهر اعلى حمل تكييف نقدر نجيبه. وانا حتى دي كانت يعني الديزاين بيلدر بيطلع لنا على طول كيلو وات اور
هنا او الاي اي، اي اي دي معناها اللي هو استهلاك الطاقه كل متر مربع، يعني مثلا 130 متر، 130 اي اي دي معناها ان انا لو ضربتها في مساحه المسجد لو هي 20000 متر يطلع لي الرقم اللي هو كيلو وات اور اللي هو استهلاك الطاقه. فبدات ان انا احول من جول، بدات ادرس الكلام ده، الجول ايه هو، الميجا جول والكيلو وات والعلاقات بينهم، لحد ما طلعت ان الاي اي 130، وطلعنا استهلاكه وطلعنا الاحمال الحراريه الطن بتاعته، وبدانا نشوف. يعني احنا كنا في اول الديزاين كنا تقريبا كانت التكلفه هتوصل في الشهر حوالي 60000 تقريبا او حوالي 50، وبعد كده وصلنا لحاجه و30 يعني. فبرضه بدانا ندرس ده كان اتش باك لود، ونسبه الانرجي كونسامبشن ده كان كيس واحد وكيس اثنين وكيس ثلاثه، حتى هنشوف الاختلاف بينهم بين الديزاين الاولاني والديزاين الثاني والديزاين الثالث، ان كان الاي اي لكل متر مربع اللي هو استهلاك الطاقه لكل متر مربع كان 152. تاني بعد ما عدلنا في الديزاين، احنا كنا شغالين في المبنى ده بطريقه اللي هو تراي اند ايرور، احنا بنصمم وبعد كده هنقعد نعالج، نصمم ونعالج، نصمم ونعالج، ونشوف مثلا ايه المشاكل اللي هتحصل وبعد كده نعالجها، المشاكل اللي هتحصل من اول يوم. فبدانا الكيس الثانيه بدات 121، بدانا نغير في الماتيريال وفي الفتحات ونعمل مشربيات وتهويه طبيعيه، وكمان وصلنا ل 26 اي او اي، يعني نسبه يعني كبيره جدا برضه. ده كل ده في الطاقه. طبعا ده في الانرجي كونسامشن كله. لو انت عايز تعرف حمل التكييفات اضرب بقى الرقم ده في استهلاك الطاقه كلها في المساحه، هيطلع لي كيلو وات اللي انت هتدفعه سنويا. وبرده ده تخصص اتش باج بتوع التكييفات، هم اللي بيقدروا يحسبوا ده، بس انا كاركتكت اهتميت ان انا اعرف الكلام ده عشان اسهل عليا الموضوع وابقى فاهم هو ايه اللي بيحصل، وانا لما اشتغل في الديزاين بتاعتي واعمل سكتش واعمل شغل فيه، حتى بدات ادرس الايروديناميك بتاعت الهواء، لما اعمل فتحه او اعمل ويند كاتشر ايه اللي هيحصل، تاثير ده هيحصل ايه على الفراغ من داخل من جوه. وبرده يعني حتى احنا انا نفسي كمان ان انا اهتم بالسي اف دي كويس جدا، عشان برده كل ده يطلع لي يعني اكد اعمل كونفيرم على اي حاجه بعملها ديزاين ان فعلا ده اللي هيحصل، مش مجرد استراتيجي ومش مجرد ارقام، لا كمان سي اف دي كمان اناليسيس. وتالت حاجه، النقطه الثالثه، انا قلت في الاول حاجه البيك بتاعه اعلى حمل تكييف في اعلى يوم في الساعه كذا. تاني حاجه اللي هو الانرجي كونسبشن، نسبه استهلاك الكهرباء بتوتال على مدار السنه. تالت حاجه الكومفورت، مش معقول انا وفرت طاقه وفرت كل ده وفي الاخر خلاص انا مش عامل الكومفورت بتاعي، مش عامل راحه حراريه اللي قاعد جوه. فبرضه في الكيس الاولانيه ده طبعا الكومفورت بتاعنا اوبريتيف تمبريتشر طبقا للجود اشري في المنطقه بتاعتنا كان من 22 ل 27. طب ده الاوبريتيف تمبريتشر، يعني عشان ما حدش يستني يقول لي لا 27 كتير، ده لا، ده انا بتكلم على الاوبريتيف تمبريتشر اللي هو متوسط مجموع الاير تمبريتشر والريدنج تمبريتشر، فكان 22 27، وانا كنت بشتغل طبقا لده بالنسبه للاكواد، يعني احنا بنشغل الاكواد. فطبعا كان اول كيس، لو نشوف الكيرف بتاع اول كيس ده كان وصل معانا درجه الحراره هنوصل لساعات توصل معانا 30 في اوجست مثلا، 31 31.3 دي. فبعد كده بدات تقل لحد ما توصل معانا احنا، اي نعم في حاجات النسبه ما حققناهاش، بس مش يعني ما فيش حد بيحقق كل حاجه من غير تكييفات والكلام ده كله، لازم التكييف يعمل عامل. بس انا لو قال اشتغلت بالباسيف تكنيك في الاول، انا ده هيوفر معايا احمال التكييف، يعني انا بدل ما كنت عايز ابرد او عايز اخلي اللي يقعد في المكان يعمل كومفورت زون وهو عنده درجه الحراره 31، انا دلوقتي هعالجه من عند درجه حراره تقريبا 28 عشان اوصله ل 26 27، وبالتالي انا وفرت بالطاقه وفرت بالحراره، وفي نفس الوقت خليت ان كل معظم الناس قاعده معانا في الكومفورت بتاعي. طبعا في جزء طبعا معايا تحت اللي هو في الشتاء ده، انا ده عالجته في الحاجه اللي هي السايكومتريك شورت، في حاجه اسمها اللي هو البيهيفير بتاع الانسان، السلوك بتاعه. فانت ممكن ان انت حتى في بيقولوا ان اللبس او الكلوزنج بتاعك، اللبس بتاعك ده بيأثر معاك، يعني انا ممكن من ضمن السبع عوامل بتوع الراحه الحراريه طريقه اللبس بتاعتك، يعني اللي لابس مثلا الاسود مثلا في الصيف فده كميه الاشعاع الممتصه فبيحسوا بالحراره، فده انت اثر، انت بس مش محتاج ان انت تعالج، انت محتاج ان انت تغير اليونيفورم بتاعك. فاحنا هنا كنا في المسجد كنا عايزين بس في الشتاء ان احنا نعتمد على السلوك، ان انت تنزل تصلي مده، يعني مش هتقعد في المسجد اللي هو طول اليوم، فانت هتنزل في الشتاء تصلي في حاجه معينه، فانت تعتمد ان انت السلوك بتاعك تقدر تغطيها احسن ما عامل لك هيتنج يعني. فده كان برضو يعني التكنيك اشتغلنا بيه من ضمن السايكومتريك شارت، بناء على السايكومتريك شارت. وده يعني اتمنى يعني ان انتم تكون الصوره وضحت، والدنيا في الانفيرمنت ديزاين او السستينابيلتي يعني يكون في صوره اكتملت ليكم. ودلوقتي يعني انا يعني ما اعرفش انا طولت عليكم ولا لا، يا رب بس تكونوا استفدتوا حتى، وهي يعني حاجه بسيطه برضو للشغل، وان شاء الله لو في حاجه من نصيب تاني ان احنا نطلع مع بعض ونتكلم على بقيه الشغل وبقيه الفرص كانفيرمنتال ديزاين واساليب الديزاين ده من الاول مش كبيم امبلمنتيشن.
نبقى فيه فرصة. أنا لو حد عنده أي سؤال ويا ريت يتفضل، أنا موجود يعني. باشمهندس عمر، جزاكم الله كل خير يا صديق، الله يكرمك. لو اي حد عنده سؤال ممكن نعمل راس هاند ونبدا نشوفها مع بعض ان شاء الله. وانا هسال بس سؤال لحد ما حد يسال كده للناس كلها مش المهندس وليد. المهندس وليد ذكر برامج كتيره جدا، لو حد يقدر يقول لنا 3 برامج من برامج الاستدامه اللي هو ذكرهم نكون شاكرين ليه، حتى يكتبهم حتى في الاجابات هيبقى ليه جايزه ان شاء الله. تمام، في ريبت وانسايت ومنتظرين الثالث، الهاب والديزاين والديزاين بيلدر وسي 3. رقم شلون سريد، شوف بقى مين انا للاسف انا مش شايف الشات. ممكن انا شايف الشات تحت كده في الزرار تحت في الشات. انا شايف تمام. انا ممكن انا بس لو عملت السكرين بتاعتي الشير ممكن اشوفه يعني. طيب بص، هو في حد قال الديزاين بيلدر والانسايت والريبت تمام كده؟ تمام، هو يعتبر في لسه في برامج ثانيه انا قلتها، وانا طبعا برامج كل واحد قال حاجه، في حد قال لي كوتكت، في حد قال سايت، في حد قال يعني الحمد لله الناس كانت صحيحه. طب كويس يعني. انا بس الديزاين بيلدر، الانسايت، الجراس هوبر، الريفت، الهاب، الكوتكت، ما شاء الله. وفي برامج كمان اكتر من كده بكتير والله، بس هي الفكره اللي انا اللي قلت على كل حاجه بشتغل بيها يعني. مظبوط، لكن في برامج طبعا الناس بتشتغل بيها اكتر كمان. طيب الناس اللي هي جاوبت على اسئله، في كتاب عن الجرين بيم بعد اذن مشون سوليد، ده كاتبه الدكتور رياض العبد والمهندس محمد حماد والمهندس ياسر، ما شاء الله يعني عملوا جهد جامد في الكتاب، فان شاء الله الكتاب ده يعني يعجبكم باذن الله. ده كتاب مهم جدا وبرضه الواحد بيتعلم منه فعلا يعني، يا ريت الناس تاخده وتستفيد منه، والكاتب الكتب الكتاب ده اسدتنا طبعا يعني، ربنا يبارك فيهم يعني. باشمهندس ياسر أبو سعود هو من ضمن الناس اللي كاتبين الكتاب، فعنده سؤال. باشمهندس ياسر، السلام عليكم. اتفضل. انا سعيد جدا بالمحاضره دي النهارده، سعيد بالتعرف عليك كمهندس وليد. يعني انت خدتنا في رحله. المهندس عمر دلوقتي كان بيقول الناس كانت صاحيه، لازم الناس كانت صاحيه. انت خدتنا في رحله جميله بتطبيق عملي، ووريت الناس حاجه مش متعودين عليها يعني. الشغل اللي احنا بننطحن فيه علشان نطلع لهم بنفيتس يستفيدوا منها في المستقبل، وهم بيزهقوا مننا يعني واحنا شغالين، ان احنا بنضيع لهم وقتهم. اظن دلوقتي بدات توضح قدامهم اهميه الشغل ده. ربنا يخليك، ده والله يكلم حضرتك ده. ربنا يبارك فيك وجزاك الله خير. يمكن احنا عندنا مشكله ثانيه، ان الموضوع جديد او تطبيقه في السوق بتاعنا مش غير متعارف عليه، والناس مش متعوده ان هي تستخدمه في كل مشاريعها. بالتالي لما بيلجأوا انهم يلجأوا لحد يشتغل على البيلدينج بيرفورمانس اناليسز زي ما انت عملت، ما بيكونش عندهم صبر قوي عليه ان هم يشتغلوا بنظام الايتيريتيف بروسيس، ان يعمل الترناتيف وبعدين يدخله يعمل له الاناليسيس بتاعته، يعمل اناليتيكال موديل ويبدا يدخله في فريم ورك علشان يطلع له هيستهلك قد ايه اي يو اي في النهايه، وبعدين ترجع تاني تقول له لا انا محتاج اعدل، فيبدا يعمل الترناتيف تاني ويعمل الترناتيف تالت. فيمكن دي النقطه يعني كبيره ما بتخليهمش عندهم صبر علينا، بنعاني شويه منها، لكن مع الوقت انا اظن ان هي هتتحل لما الناس تعرف اهميه اللي بيتعمل. الناس هتتقبل ده وهيبدا يدخل في يعني في الديزاين فريم ورك في المكاتب الاستشاريه. انا كان عندي تعليق بقى في الكلام اللي حضرتك قلته. انت وضحت كويس جدا قد ايه الموضوع فيه زخم، وفي بيم سوفت ويرز كتير بتشتغل، وان السوفت ويرز ديت محتاجه فريم ورك يربط ما بينها، او امتى اشتغل بده وامتى اشتغل بده، وايه اللي مناسب اشتغل بيه في كل بارامتر عايز احسبه. فده بيخلي الموضوع او ياكد على فكره انا بقول عليها من زمان، ان احنا لسه ما عندناش ريفرنس قوي يعرفنا ايه هو اصح فريم ورك نشتغل عليه.
زي ما انت قلت في الاول لسه ليد ما اعترفتش قوي بالاناليسيس بتاعت ريفت، لان ما فيش ريفرنس يقول ان الاناليسيس دي هي اللي بتطلع الشغل اكيوريت ولا لا. فالفكره اللي انا كنت باكد عليها دايما ان الفايده الاكبر من السوفت ويرز بتاعت البيم هي ان انا اقارن ما بين الترنيتيفز متعدده، فاقدر اشوف اقل الترنيتيف بيحقق لي استهلاك للطاقه للمتر المسطح او الاي اي اليو اي اليو اي يو اي انرجي كان اسمها ايه انرجي يوز انتنسيتي. تمام. انرجي يوز انتنسيتي. بالتالي احنا لسه ما زلنا في اول الطريق، محتاجين ناس تبذل مجهود كبير في ان هي تحاول توجد فريم ورك مظبوط، محتاجين ناس تعمل ريسيرشز في ان هي تقارن ما بين الحسابات المانيوال اللي بيعملها مهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء واللي كانوا بيعملوها بايديهم وما بين اللي بتعملها برمجيات البيم علشان نعرف فعلا في تقارب ولا لا. انا كنت عملت بحث قبل كده ونشرناه في اول عدد عربي للبيم ارابيا اللي هي المجله المحكمه، وكنت عملت كيس ستادي على فندق في المملكه العربيه السعوديه، وعملت اكسرسايز بسيط في الكيس ستادي ديت في فرق الحسابات، وطلع ان لسه في فروقات كتير في حسابات احمال التكييف ما بين برامج البيم وما بين الاكشوال فعلا. كان عندي الحسابات بتاعت 10 سنين للفندق ده. ف يعني اتمنى ان احنا نشتغل شويه على الابحاث دي وان احنا نشد حيلنا علشان نقدر نوصل في النهايه الفريم ورك مظبوط، نقدر ننصح بعض بيه ونقدر نشتغل عليه. يمكن بياكد الكلام، انا معلش هطول شويه بس بياكد الكلام نقطه انت قلتها في نص المحاضره، ان بيبقى احيانا صعب علينا ان احنا ناخد يعني بروجكت معمول له كتله شكلها غريب علشان ندخله على البرامج ونعمل حسابات. انت ذكرت ان البرامج البيم بتشتغل على اكس واي زد، اذا هي فعلا بتشتغل على اكس واي زد مش هيبقى عندها مشكله في الشيب، يعني انه هيحسب الفوليوم من الاكس واي زد بتاعت كل الفوليوم، لكن كده واضح ان البرامج بتشتغل على كيوبيكال فوليوم، يعني عنده كيوب وعارف ان يحسب البارامترز بتاعت الثيرمال كومفورت او البارامترز اللي محتاجها علشان يحسب احمال التكييف بتاعته، فهو واخد على شكل الكيوب فبيقدر يحسب بناء عليه. اذا كانت بقى الامبنت تمبريتشر او الراديانت تمبريتشر او التمبريتشر اللي هتيجي من سواء من البني ادم اللي موجود او من عدد الاشخاص الموجود او من اي بارامتر موجود، فبالتالي ده بياكد ان لسه برامج البيم عندها مشكله في كيفيه حساب احمال التكييف لشيبس غير منتظمه او فوليومز غير منتظمه. حقيقي كلام فده كله محتاج ان احنا نشتغل عليه بريسيرشز تخلينا احنا على الاقل في صداره الموضوع، ما تخليناش تابعين دايما للبرامج اللي بتصدر لنا من بره ونشتغل عليها وفاكرين ان هي بتطلع لنا احسن النتائج وبتخلينا فعلا نحسب. هي بتفيدنا فعلا ودي ما نقدرش ننكرها كلنا، ان احنا نقدر ناخد يعني الاوبتيمم البارامتر اللي بيطلع لي الاوبتيمم او الحل الامثل او الاستهلاك الامثل للطاقه مع الاعتبارات الثانيه. شكرا لك مهندس وليد وانا اسف على الاطاله. لا استفدنا من كلام حضرتك طبعا. هو كلام حضرتك طبعا صح. هو فعلا هي بتبقى مساله اجتهاد والسوفت وير ما فيش برنامج انفيرمنتال ديزاين او برنامج تحليل بيئي بيبقى مدعوم بكل الاناليسيس ده للاسف، يعني ده فعلا يعني مثلا نيجي للديزاين بندر هتلاقيه مش مدعوم مثلا بالاكوستيك او الصوره اللي هو الشادو رينج او الكلام ده كله، فبيدينا نضطر ان احنا ندخل على برنامج تاني نقدر نعمل بيه الاناليسيس ده. لا يعني ما فيش غير برنامج اسمه الانفيمت تقريبا الانفي بس تقريبا هو ده البرنامج المدعوم تقريبا بمعظم الاناليسيس، بس برضه ده يعني معظم البرامج دي بتبقى لايسنس بسعرها غالي والكلام ده كله، فبنضطر ان احنا نتحايل بقى نقعد ناخد من ده عشان ندرس فيها الصوره دي عشان نوديها على برنامج تاني بعدين نرجعها تاني ونوديها على برنامج تالت. على فكره حتى البرامج المدفوعه او اللي هي ليها سعر ده مش دليل على انها برامج بتطلع نتائج اكيوريت، يعني هي دي سياسه شركه سواء بتوفر برنامجها مجانا او بتبيعه. لكن في نقطه مهمه قوي في
فصعوبة إخراج نتائج مظبوطة هي أن كمية البرامترز والديتا اللي أنت بتحتاج تدخلها على الموديل مش طبيعية. يعني أنت عايز تدخل ماتيريال بروبرتيز لكام ماتيريال في المشروع على الأقل للإنفلوب بتاعت المبنى، وتقعد تشوف مكونة الانفلوب دي مكونة من كم ماتيريال ورا بعض، وزي انت عامل تشكيلات بماتيريالز مختلفة، وتقعد تدخل كل الداتا المطلوبة وتشوف الثري شولد بتاعك اللي المواصفات بتقوله او اللي اي جرين بيلدينج ريتنج سيستم انت هتشتغل عليه بيحدده، علشان تشوف انت تحت الثري شولد ده ولا فوق الثري شولد ده. فانت في كمية بارامترز مش طبيعية محتاج تدخلها جوه الموديل. اكيد يعني مش هننجح 100% ان احنا ندخل كل البارامترز دي، لكن هو بنبذل اقصى ما نستطيع للحصول على افضل نتيجه. صح. فبالتالي الموضوع مش سهل، ولكنه البنفيت اللي هيجي من وراء كبير جدا، سواء للاونر بتاع المشروع او على مستوى الكوميونتي. يعني احنا في النهايه ما بنصممش علشان نوفر لمالك المبنى بس، ان التصميم البيئي بيفيد المجتمع كله، بالتالي بيفيد كوكب الارض كله. هي في النهايه احنا بنحاول نحد من استهلاك الموارد بتاعتنا، ونستخدم افضل الممارسات الممكنه علشان نحافظ على حياتنا بالتوافق مع البيئه بدون اسراف، ونحافظ على حقنا في جوده الحياه بدون ما نمس حق الاجيال اللي جايه في النهاية تستفيد من حقها في ده. شكرا لك مهندس سميت، شكرا لك مهندس عمر على المحاضرة الجميلة دي. نشوفك على خير ان شاء الله. ولو حد عنده اي سؤال تاني يعني. باشمهندس محمد. باشمهندس محمد. طيب في سؤال يا باشمهندس لسه جاي، عندي سؤال، انا عايز اربط السولار تشيماني للاسف الحروف عملت في دي على الكونسول، بس عاوز اعمل انرجي اناليسيس بالسيستم ده عشان ادرس التهوية الطبيعية. تمام. هو انا تقريبا انا فهمت السؤال، هي تقريبا هي عملت السي اف دي على برنامج، ووضحت ان هي فعلا السولار شيمني شغال كويس وكل حاجه، والهواء بيعمل الفلو بتاعه بانتظام وكل ده، بس هي عايزه تحسب بقى الانرجي كونسومشن بتاعته. فده هيبقى برنامج، اي برنامج بيحسب الانرجي زي الانفيرمنتال، زي ديزاين بيلدر. فديزاين بيلدر فيه هتلاقي حتى في التمبلت بتاعته في حاجات زي السولار شيمني، ممكن تشوف تمبلت فيها وتشوف هتتكون ازاي وتتعامل ازاي على ديزاين بيلدر، وتبدا تعمل نموذج. ممكن لو مش قادر تبني المبنى ده كامل، ممكن تعمل نموذج مصغر تشوف المتر المربع لو من غير سولار شيمني يستهلك قد ايه، لو بالسولار شيمني وفر قد ايه، وتقدر تعمل منه مثال. يعني تبدا ان هو مثلا وفر كان مثلا 150 اي واي او استهلاكه مثلا 100 كيلو وات، بعد كده بقى 80 كيلو وات، فهي بتوفر بنسبه تقريبا 20%. فنبدا ممكن لو مش قادره تعمل البرنامج كامل او على المشروع كامل بسبب ما، تقدر ان هي تعمل الى حد ما الحسابات دي، تبقى مش دقيقه قوي بس تقدر نوصل بيها لشكل قريب. تمام. طيب في سؤال برضو كان بيسال، حد عنده انا بحضر ماجستير، موضوع رسالتي في البيم اند سستينابيلتي، حابب اعرف ايه المراجع المهمه لازم اقراها وارجع لها، وايه الكورسات اللي لازم اخدها. إيه والله، هو اصلا يعني دكتور باشمهندس عمر هو قال ان في كتاب انا فعلا لما قريته ممتاز جدا في البيم والسستينابيلتي، فده ممكن مرجع فيه. وفي في الاخر تقريبا كان تقريبا موجوده باشمهندس عمر كان في مراجع للكتاب ده، مراجع جميله جدا. وفي في 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 مرجع اسمه هيتنج اند كولينج، ده برضو مرجع معايا جميل جدا، بس ده بيتكلم عن الانفيرمنتال ديزاين ملوش علاقه بالبيم. بس المرجع اللي باشمهندس عمر كان بيبعته كان جميل جدا، علاقه البيم بالانفيرمنتال ديزاين والسستينابيلتي، زائد برضو ان المجال لسه عليه تطوير كتير جدا، فده بيبقى اجتهاد اكتر. يعني بيبقى اجتهاد وكل يوم بيتطور البرنامج، بيطور نفسه. يعني كان برضو زي ما باشمهندس باشمهندس ياسر لما اتكلم قال ان 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 الريبت عنده مشكله، فهو كان عنده مشكله في حته قرايه الريديانت تمبريتشر، هو ما بيقراش ريديانت تمبريتشر اصلا، فبالتالي ما فيش نتائج ليه اكيوريت. فهو ده الفكره، فاحنا الريبت لسه مش اكيوريت، فاحنا بنحاول نسعى ان احنا نمشي بالورك فلو بتاع 6 دي امبلمنتيشن. بس انا يعني انا اقول ان احنا مش هنقدر نحقق
بالنتائج بتاعته ونطلع السيرتيفايد على طول، لا مش هنقدر نحققها، احنا لازم نمشي بشويه كمان. يعني لازم في لسه تطوير من برامج البيم، زائد ان هم وفروا لنا الجي بي اكس ام ال عشان نقدر نستفيد منه بالتطبيق، عشان برضه نستغل بالريفت. هو برضه ده ذكاء من اوتو ديسك، ان هي وفرت لك ان صيغه الجي بي اكس ام ال عشان ما تقولش انا خلاص مش هشتغل بالبيم، لا اشتغل بالبيم، مش قادر تاخد سيرتيفايد روح على برامج ثانيه معموله ليها معتمده من ليد واشتغل عليه. طيب في سؤال بيقول انا محتاج اعرف ايه اعرف ايه للجي بي اكس ام ال عشان ادخله زام بلدر، يعني ايه المعلومات اللي انا لازم احطها في قلب جي بي اكس ام ال عشان اقدر اسيطره؟ يعني اقل حاجه عشان تستفيد من الجي بي اكس ام ال هو ان انت تدخله الكونستراكشن ماتيريال بتاعته، كميه الماتيريال، مكونات الماتيريال بتاعته. فانت لما بتيجي تعمل اكسبورت جي بي اكس ام ال بيقول لك هتعمل اكسبورت بالانرجي سيتنج ولا بالرومز والفوليوم. الانرجي سيتنج ده معناها ان انت هتستخدم الماتيريال اللي انت حطيتها في الريفت هتعمل معاك اكسبورت. طب لو اشتغلت بالروم والفوليوم معناها ان انت تاخد بس الشكل الخارجي بتاع المبنى عشان تدخل جوه تبدا ان انت تحط لكل فراغ الداتا بتاعته في الديزاين بيلدر. طبعا الديزاين بيلدر برنامج برضه فيه كم داتا كبيره جدا، كمان اكتر من الريفت، يعني في فعلا يعني بيوصل لمرحله معقده جدا من كميه الداتا، ولا يمكن لمعماري واحد معماري فقط هو اللي يملاها، بتحتاج معاك الناس اللي بقيه الاقسام كلهم الام اي بي معاك والكلام ده كله، فلازم نشتغل عليه. فيعني على الاقل حاجه لازم تاخدها من جي بي اكس ام ال لو انت خلاص، يعني خد الكونستراكشن ماتيريال لان بتاخد مجهود كبير جدا من انك تعملها على الريفت، تعملها على الديزاين بيلدر، فخدها استغلها من الريفت وصدرها للديزاين بيلدر. وزي ما وضحت في المحاضره ان هو هتلاقيه خارج حتى جي بي اكس ام ال ماتيريال، فده استفاده يعني. تمام. طيب في سؤال برضو بيسال ايه الفرق بين الرومز والسبيسز؟ ممكن اكمل بس على نقطه جي بي اكس ام ال يا عمر. في نصيحه مهمه في موضوع الفايل الجي بي اكس ام ال، ان انا علشان اخد الفايل واتنقل فيه على سوفت وير ثانيه لازم اراعي ان اخد اللي انا محتاجه فقط. يعني يا جماعه ما اخدش الموديل عليه الفرش بتاعي، ما اخدش الموديل وانا حاطط فيه شغل الديكور، لو انا عامل شغل ديكور، لو اللاند سكيب ملوش لازمه. يعني ضروري نبقى عارفين ان الموديل بيبقى تقيل، وان البرامج الثانيه بتتعامل مع البارامترز الانفيرمنت بس، فبالتالي اخد المينيمم من الانفيرمنتال بارامترز اللي انا عايزها. يعني ممكن اخد كوبي من الموديل وابدا افضي الحاجات اللي انا مش عايزها، وبعدين اعمل له سيف از جي بي اكس ام ال علشان ابدا اصدره للسوفت وير الثاني. دي نقطه بس كنت عايز اشاور. صح فعلا. حتى في ناس يا دكتور ياسر بتوصل ان هي حتى لو الاستراكشر موجود او اي حاجه موجوده بتعمل لينك للموديل فاضي خالص، وبتبقى بتستغلها كجي بي اكس ام ال عشان ما يبقاش، يعني حتى لو في كسره في الاوضه في الفراغ بيحاول يعدلها عشان لما تتحول لديزاين بيلدر بتبقى مظبوطه. فعلا دي معلومه مهمه جدا وكويس ان حضرتك قلتها. صح مظبوط. بصراحة يا جماعة المحاضرة كانت جميلة جدا باشمهندس وليد، معاك دكتور شيماء عاشور. أهلا وسهلا بيك. يمكن ركزت أكتر في رسالتي على جزء الكود والكود الأمريكي، وإن البرنامج بتاع إنسايت 360 بيدعم الجزء بتاع الكود، والناس كانت بتسأل هو الجزء ده معتمد أو لأ. ده بيسهل كتير جدا في الاعتماد، لأن من شروط الكود الأمريكي إن هو يكون البرنامج المستخدم يكون مفعل على كذا منطقة حرارية أو مناطق حرارية مختلفة. فبرنامج زي دوت يعني كبداية من أوتوديسك إن هو يشتغل عليه برضو كانت حاجة كويسة. فأي أخطاء أو أي حاجة هم بيتفادوها بعد كده أو بيشتغلوا عليها بعد كده في البرامج، وبيدي نتائج برضو متوازنة شوية، يعني هي يعني واضحة ومتوازنة وقريبة، ويدي اقتراحات تانية جديدة. بس بصراحة يعني محاضرة عارف يعني شاملة وكاملة وكل فيها وافية جدا، يعني ما شاء الله. شكرا يا دكتور. شكرا في اتفضل. اوكي انا اسمي رافي، انا اول شيء اهلا باشمهندس، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. هذا اسم ابني لانه هو كمان بيحضر محاضرات، فلا تاخذونا. المحاضرة ممتازة، المحتوى جميل جدا وشامل وكامل، وحتى المتحدث كلامه سلس وبيتدفق كان بالمعلومات بطريقة كتير خلت المحاضرة فعلا دسمة، لدرجة ما فيك تختصر حتى ربع دقيقة من دون ما تأثر على باقي المحاضرة.
هي بخصوص سؤالي، انا بعرف انه الاوتوديسك لما بتحط يدها في اي شيء فبتكمل فيه للاخر، فامتى متوقع بانه الريفت بالانرجي موديلينج يوصل لمستوى يعتمد عليه ويقدر كمان انه يجاري الديزاين بيلدر بناء على خبرتكم؟ يعني انا كبرضو يعني خبره من مجال خبرتي، انا شايف ان هو قريب جدا، لان من 2017 ايام ما بدات فيه كريفت اناليسيس كان حتى هو بيعمل انرجي موديلنج بشكل ريبورت كده مع حد، لو كان حد اشتغل على 2017 كان بيطلعه بشكل ريبورت، بدا ان هو يشمل حته الكونسبشن ديزاين ويطلع الانسايت، فبالتالي هو تقريبا حتى بدا يلغي البرامج اللي هي زي فزاي والكلام ده كله عشان يبدا يركز على ان البيم سيستم يبقى موجود في الحته دي. فبالتالي انا بتهيالي حتى بدا يزود حته الناتشرال فنتيليشن ونسبه التهويه في الفراغات، فبالتالي قريب جدا جدا يعني هيبدا ان هو يهتم بالموضوع ده ويبدا ان هو يعتمد. والفكره في نسبه الخطا، يعني هو ليه مش معتمد؟ هو تقريبا عشان نسبه الخطا، نسبه الخطا بتاعته اكبر من ديزاين بيلدر، فهو اكيد قريب. برده اكيد في ناس طبعا يعني خبره قريبه جدا من كشركه ديسك ممكن هي تجاوب يعني، بس ده من مجال خبرتي الصراحه. شكرا. عشان سليت في سؤال، انا لسه طالب اتخرج السنه دي وان شاء الله مشروع الاستراكشر اناليسيس بيم، ازاي استفاد من الكلام ده وتتعلمه ازاي، وهل دلوقتي ولا بعدين حاجات معينه؟ الاستراكشر بعيد شويه عن الاستدامه. هو الاستراكشر بس هو في الحته بس اللي هو يعني بنبقى ساعات محتاجين بتاع الاستراكشر عشان يعرف لنا طبعا زي الماتيريال والبلوك ورك والكلام ده كله، ساعات هو طريقه البناء بتاعته يعني زي مثلا بيقولوا جرين كونكريت، الجرين كونكريت ده حاجه مستدامه، طب احنا عايزين نعرف الخصائص بتاعتها عشان نبدا نعرفها ونبدا نعرف الكونستراكشر ماتيريال بتاعته والثيرمال بروبرتيز بتاعتها. حتى في السستينابيلتي من ضمن حاجات الاستدامه طريقه البناء ذات نفسه، هل انت هتبني بطريقه مستدامه ولا هتعمل اير بوليوشن كتير وهتبوظ الجو وهتطرب الدنيا. فهي اي نعم الكونستراكشن الاستراكشر مجاله قليل شويه في الحته دي، بس لا غنى عنه حتى في فهم الماتيريال معانا، فهم كل ده. طب كان في برضو بعد اذنك باشمهندس عمر، برضو كان في حد حد برضو كان عامل دراسه بيتكلم على ثلاث انواع للاستراكشر سيستم، وايه السي او 2 ايميشنز، كميه الكربونز اللي هتطلع، وطريقه البناء، والطريقه المستدامه، ومقاومتها للحراره، وتاثيرها على الداخل. فده كان برضو رساله جميله جدا من باشمهندس، كان اسمه باشمهندس طاهر تقريبا، فكنت شفتها كانت جميله جدا. كان برضو كان مهندس مدني وكان عامل يعني مقارنه بين ثلاث انواع كونستراكشن سيستم، وكان بيقول كل نوع ايه الكوست بتاعته، الانيشال كوست، الخصائص بتاعته الحراريه بتاثر ايه في الحراره، وزائد اللي هو انبعاثات الكربون من ده، فبالتالي ده بيأثر في الاستدامه اكيد. انبعاثات الكربون ده كل ما قللتها كل ده ما اثر معاك. تمام. شونت في ادنس اسمها ريفت كريدت مانجر فور ليد، هل الابلكيشن ده معروف وبيطلع نتائج كويسه ولا لا؟ الصراحه ما عنديش معلومه عنها الصراحه، يعني انا ما اعرفش. جايز في حاجه تانية؟ هو انا شغلت بيه وهو بيحاول يقيس هل انت هتقرب من الارقام دي ولا لا، بس هو غير معتمد. يعني انت حط الارقام دي وبعتها للليد هو مش معترف بيها، هي الليد منزله قائمه في بعض البرامج زي شونت بيقول، منهم مثلا ديزاين بيلدر وهكذا، مش منهم الريفت ولا منهم الادنس ديت، فهي مش معترف بيها، بس هو بيقول لك اذا كنت انت قريب ولا لا. يعني احنا بعض الاوقات بنعمل اسكادولات لينا عشان نعرف احنا مطبقين شروط الليد ولا لا. اسكادولات. صح. طيب انا ممكن ادور برضو واشوف النتائج الريفت كريدت مانجر فور ليد، ممكن ادور ونشوفها برضو. الله يكرمك يا استاذ سليم. باشمهندس ابراهيم طلبه اتفضل. شكرا يا باشمهندس عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. باشمهندس وليد شكرا على المحاضره الجميله دي، وكان ليا بس استفسار. حضرتك اتكلمت باستفاضه عن الاتش باك والدي لايت، بس احنا كنا نعرف ان بعض الامور الاخرى ليها بوينتس في الجرين، فهل برضو ليها علاقه بالاستدامه ولا لا؟ زي استخدام بعض اللمبات الموفره زي التي 8 بدل تي 5 في اللمبات الفلورسنت، معالجه الميه، تغذية بعض الأحمال الكهربائية من الفوتو سيلز، ده برضو داخل في الاستدامة ولا حضرتك بتعتمد على شكل المنشأ
والشكل المعماري. اتفضل يا باشمهندس معايا. لا 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 ده طبعا ده كل ده اللي يعتبر استدامه. ده ده مما شكل ان ده كل ده استدامه. ده حتى في المشروع ده احنا يعني احنا ناويين ان شاء الله نعمل بيجي سيلز، وكمان السعوديه سمحت ان انت تزود اللي هو الانفراستراكشر بتاعه الكهرباء بتاعه البلديه ان انت تدخل فيها البيجي سيلز. فاحنا ناويين نعمل بيجي سيلز، ده يعتبر استدامه. والووتر افشنسي والجري ووتر ريسايكل والكلام ده كله ده ناويين برضو نشتغل عليه في المبنى. فده كله استدامه. ده اهم حاجه، شيء اهم حاجه في الكلام ده. بس انا كنت بتكلم على الدراسه اللي انا درستها حاليا. المشروع برضو لسه ما اكتملش، لسه في حاجات كتير وسيستم كتير لسه تتحط. تمام يا باشمهندس، شكرا ليك. شكرا يا باشمهندس. شكرا لك يا باشمهندس سعيد، الف شكر لحضرتك. وفي حق باشمهندس ياسر سعود، ورسالته الماجستير بتاعته من الرسائل القويه جدا في موضوع الاستدامه، يعني شرفت بقراءتها. وبيقول لكم كمراجع انصح بقراءه نظام تقييم الهرم الاخضر المصري. ناس كتير طبعا شغال فيه، ومنهم الدكتور احمد راشد، وده كان مشرف على المهندس ياسر. هو عارف انا بضحك ليه، لانه الرساله بتاعته كان اغلبها بتتكلم عن الليد. ورساله الدكتوراه للدكتوره شيماء عاشور كانت بتتكلم عن البيمي مع الاستدامه، وكانت لها محاضره موجوده معانا هنا في بيمي اريبيا. وطبعا الرساله بتاعت الباشمهندس ياسر من الرسائل المهمه جدا يعني. محاضرة الدكتورة شيماء كانت محاضرة قوية جدا جدا جدا. وبرضو يعني انا انصح ان لو حد برضو يسمع المحاضرة ويتفرج على المحاضرة بتاعت الدكتورة شيماء، وبعد كده يتفرج على محاضرتي. احنا تقريبا بنكمل بعض، وكانت محاضرة قوية جدا يعني. بسم الله ما شاء الله، عندها داتا وعلم، وكان تطبيق على برج العالمين، كانت حاجة ممتازة، ربنا يبارك. تمام، انا هحط لكم الروابط بتاعت الفيديوهات، وهيبقى عليها برضو الحاجات بتاعت الشان سوليد. واتمنى تبنوا الاستبيان، احنا حاطين الروابط بتاعك اكتر من مرة. وجزاكم الله خيرا، وان شاء الله نستناكم في المحاضره بتاعت بكره ان شاء الله. والف شكر لحضراتكم، وشكرا على المحاضره الجميله.